اوكي، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. احييكم في مجموعة الباحثين السودانيين. اليوم ان شاء الله هنتكلم عن قضية مهمة شديد. في يوم يعني بجد احنا يعني ما قادرين نعبر. القضية من قدرتي مهمة شديد، يعني المفروض تفتح لها حلقات وحلقات كثير جدا. القضية اليوم إن شاء الله هنتكلم عن أساتذة الجامعات السودانية. مشكلة كبيرة جدا بين زي ما بيقولوا بين السندانة المالك بتاع الكلية أو الجامعة وبين أي أداء الرسالة الجامعية. إحنا الليلة قضيتنا هي قضية كبيرة شديد، لدرجة أنه إحنا يعني هنخلي أصحاب القضية يتكلموا. لكن قبل ما نديهم يعني احنا عندنا ورقه التسلسل بتاع اللايف اللي عملناه. كنا عملنا في قضايا الاستاذ، كانت سردت في ثلاث حلقات كانت سابقه. واحده كانت تكلمت عن سوانا شير. اوكي، ان شاء الله يعني كانت القضايا السابقه القضيه دي الشير ظاهر. احنا كان اول حاجه تكلمنا في سلسله القضايا بتاعت الابتعاث الخارجي، كان مشكل كبير جدا في المبتعثين خارج السودان. وبعدها تكلمنا عن القضايا بتاعت الاستاذ الجامعي بعد الثوره، بالذات في الكليات والجامعات الاهليه والخاصه. وبعدها تكلمنا عن الابتعاث الداخلي والخارجي لهيئات البحوث الزراعيه والمعاناه الحاصله في الابتعاث الداخلي والخارجي. واليوم ان شاء الله هنتكلم عن قضيه كبيره جدا، وهي قضية الأستاذ الداخلي، سوري، الأستاذ الجامعات الخاصة وبالأخص جامعة المغتربين. هندي فرصة طوال لدكتور عبد الرحيم. نتمنى دكتور عبد الرحيم تشرح لنا أصلا القصة زي ما بيقولوا المأساة الآن بتاعت الأستاذ الجامعي في عندكم، وكيف بدأت، ويعني باختصار الآن أنت عملت شنو؟ تفضل دكتور عبد الرحيم. طيب، شكرا جزيلا أستاذ أحمد، شكرا على منصة الباحثين السودانيين. الواحد عاجز عن الشكر، ونحن في نقابة العاملين بجامعة المغتربين حقيقة تنتخب انتخاب حر، وكان الكلام ده في شهر 19/12/2019، وده حصل بعده طوالي. نحن بعد تكوين لجنة تفكيك نظام 30 من يونيو 1989 ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، تم اعتمادنا كلجنة تسيير للنقابة العاملين بجامعة المغتربين. ومن ذلك الوقت نحن طبعا أهدافنا واضحة، إحياء الأستاذ الجامعي. نحن طبعا تكوننا في ظل قانون النقابات القديمه اللي هو نقابه المنشا، ونحن الان بنوسل قطاع كامل من الاساتذه والفنيين والموظفين والعمال. حيال الاستاذ الجامعي، نحن عارفين هاجس الاستاذ الجامعي في الجامعات الخاصه والاهليه هو دائما الوضع المناخ البيئي والمناخ المناخ العمليه التعليميه غير متوفر أو غير ملائم من حيث الراتب، من حيث البيئة الجامعية نفسها، من حيث التعاقد، صيغة التعاقد مع الأستاذ الجامعي. ونحن سعينا سعي دؤوب إنه نحن نوفر أو نقنع الإدارة بأنها توفر هذا الجو، او على الاقل يكون المتاح مناسب الهيكل الراتبي. جاءت قصه الهيكل الراتبي، القرار بتاع وزير الماليه الاسبق ابراهيم البدوي، وكان انصف القطاع الحكومي، انما في القطاع الخاص كان لابد لنا ان نشمر عن ساعد الجد، وانه نشتغل هاردلي بشده وباجتهاد، بحيث انه نوفر هذا المناخ الاقتصادي الملائم، يعني اللي هو تعديل الراتب، الهيكل الراتبي. وفعلا نجحنا،
مع الإدارة السابقة لجامعة المغتربين، بالرغم من أنها إدارة تكونت في عهد النظام البائد، لكن نحن مشينا معهم وكان وصلنا لهيكل راتبي. هذا الهيكل الراتبي كان مستمد من الهيكل الحكومي، واسترشدنا ببعض الجامعات الأهلية اللي سبقتنا في أنها تعمل هيكل راتبي مناسب، وتم اعتماد هذا الهيكل. وحقيقة في قبل تنفيذ هذا الهيكل، لأنه حقيقة خلينا أتكلم أستاذ أحمد عن جامعة المغتربين بصورة خاصة، عندها مشكلة، كانت المشكلة في الإدارة، الإدارة بين الإدارة السابقة والملاك أو ما يسمى بالملاك. هي طبعا جامعة المغتربين جامعة خاصة ذات وضعية خاصة في إنها هي برايفت بابليك يعني كمباني، أو ممكن تعتبر اسم عمل لشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص. وهذه الشراكة تكونت باسم شركة الآفاق اللي هي المالكة للجامعة. هذه شركة الآفاق تملك الجامعة، وهي نفسها شركة مساهمة بيساهم فيها شركة المغتربين للتقنية والعلوم والبحث العلمي والاستثمار والبحث العلمي، وكمان جهاز العاملين بالخارج، وصندوق المعاشات، صندوق الضمان الاجتماعي، ومن رجال الأعمال كمان الحمد لله عنده فيها أسهم، ودي سي العقارية، شركة دي سي العقارية، وشركة العائد، ديل بيكونوا شركة الآفاق. طيب الخلاف كان وين؟ كان بين الإدارة السابقة، والإدارة السابقة كان بيكون النظام السابق، وكانت الخلاف ده بينه وبين شركة المغتربين بتفتكر إنها هي مالك لهذه الجامعة، أو مالك عندها الدوميننت، يعني عندها الأسهم الأكثر، فبالتالي بتفتكر نفسها إنها هي مالكة للجامعة. وهذا طبعا نظرة تحتاج إلى توضيح إن شاء الله إذا في المحاور الأخرى أنا أوضح هذه النقطة. فهذه الصراع كان بين الإدارة، الإدارة غالبا ما قدرت تستطيع توفر الهيكل الراتبي اللي التزمت به، طلبت مننا كنقابة بنمثل العاملين مهلة 45 يوم. كان الكلام ده في 15/10/2020، وما قدروا يجيزوا هذا الهيكل، لأنه بيفتكروا إنه مجلس الأمناء كان غير مكتمل وهو غير قانوني بالنسبة لهم، والإدارة نفسها رأت إنه هي لو نفذت هذا الهيكل قد تكون أخطأت أو مشت في عمل غير، بالرغم من إنه كان ممكن يحل مشكلة الإضراب اللي كان مزمع عقده. يعني كان لك أن تتخيل أستاذ أحمد إنه الأستاذ الجامعي راتبه لا يتعدى 10,000، العامل راتبه لا يتعدى 1800، أنا أستاذ مساعد 10 سنة راتبي لا يتعدى 11,000، فكيف حتى بنزين عربية عشان أصل للجامعة ما عندي. فكان لابد إنه يؤخذ قرار، لكن بكل أسف الإدارة كانت مترددة، حتى صدر قرار مجلس الإدارة بتعيين مدير جديد لأول مرة يعني في عهد الديمقراطي، انه يعين مدير لجامعه من خارج الجامعه وباملاء يعني الملاك او شركه المغتربين بصوره او باخرى وصلوا عن طريق وزير شؤون الرئاسه عمر مانيس السابق، عمر مانيس، وهو فرض علينا مدير او رشح مدير من خارج الجامعه، هو رشحوه جماعه ما تسمى بالملاك، هي مجموعه بسيطه جدا من 9 أشخاص مسيطرين على شركة المغتربين، وجابوا هذا الشخص البروفيسور عثمان محمد نور من الرياض، شخص لا يعرف عن الجامعة شيء ولا عنده علاقة ولا أدار في الجامعات الخاصة في السودان، ما كان عنده خبرة. المهم جاء عشان ينفذ أجندة الجماعة دي. طوالي بمجرد ما جاء أول حاجة الهيكل اللي عملناه ده، ما طوالي يعني ضرب عرض الحائط، مش عمل هيكل ثاني جديد، بالتواطؤ مع وكيل الجامعة وإدارة الموظفين إدارة الشؤون. هيكل بالنسبة لنا مرضي، يعني نحن برضو بالنسبة لنا شعرنا بأنه ما في فرق كبير، لكن جاء من الجهة اللي هي جابت مدير الجامعة اللي هي مجموعة الملاك اللي حكيت لك عنهم، اللي بيفتكروا أنهم هم ماسكين من شركة المغتربين، وبالتالي أمل علينا أو عرض علينا هذا الهيكل. الحاجة الكويسة فيه أننا اتمناه، لأنه هو بيزعم أنه موازي للهيكل الحكومي، موازي للهيكل الحكومي للأستاذ الجامعي. وقلنا له ماذا عن الأجور بالنسبة للعامل، الحد الأدنى للأجور من 1800، طبعا لو عمل الهيكل 300% برضو ما حتفي، تخيل أنه عامل يأخذ 1800، لو عملت 1300% ما حتفي.
فقاموا عملوا رفعوا الهيكل بجلسة ثانية وصلحوه ل 10,000، أكثر من 10,000 أو 10,075، ونحن قبلناه كله حرصا مننا على الاستقرار للجامعة واستقرار العامل في الجامعة، العاملين، ومصالح الطلاب حتى لا تتضرر أكثر مما هي عليه. هي تضررت فعلا من حيث جائحة الكورونا، والإضراب كان نحن عملنا إضراب لمدة أسبوع، وجاءت جائحة الكورونا أخرتنا أسبوعين. على أي حال وافقنا على الهيكل، استبشرنا به خيرا، وهاجينا للتنفيذ قال لا الهيكل ده ما حيتنفذ إلا بداية شهر السنة الجديدة يناير. طيب يعني معناه نحن من شهر 10 و8 و9 و11 ما أدري كلها أكلناها كده، ما هي خلاص راحت علينا. قبلنا بذلك على مضض، لأنه وعدنا السيد المدير الجديد ده قال أنا شهر 3 هعمل لكم زيادة. طبعا ده كله كان اتضح أنه يعود في عود وتكتكة، وما هي كانت استراتيجية ولا كانت هي يعني صدق بكل أسف. وجينا شهر واحد، انتهى شهر واحد طلع لنا بفرقة عجيبة جدا، قال لا بد من توقيع العقود. عقود؟ أي عقود؟ قال عقود لكل الناس اللي حاملنا هيكلة جديدة نعمل عقود. طيب تعمل عقود كيف وانت نحن اصلا عندنا عقود سابقة؟ يعني نحن اصلا عندنا عقود، كيف تتعامل عقود اخرى فوق عقد؟ اصلا هذا لا يجوز قانونا، يعني ما ممكن تعامل عنده عقد وهو على راس العمل تقول له وقع عقد ثاني، هذا اسمه عقد اذعان غير قانوني. ودعينا الجمعيه العموميه للاجتماع، الجمعيه العموميه تناقشت، طبعا رفضوا هذا الموضوع رفضا باتا، وكلفوا النقابه بانها تخاطب مكتب العمل اتخاذ الاجراء القانوني او اقناع الاداره بانه لا بد من تصحيح الوضع. ففعلا قام مكتب العمل ارسل لهم خطاب بانه لا يجوز انه تعمل عقد وتربط العقد بالرواتب، اصلا هذا كلام غلط. نحن قلنا اذا انت اصلا عايز تعمل تعدل العقود ممكن تعمل الحاق، تعمل امندمنت، يعني تعمل الحاق للعقد، اذا عندك شروط جديده عايز تضيفها خلي الناس توقع عليها، بس تكون ما مرتبطه بالرواتب، خلي الرواتب تمشي حيث ما هي، يعني حيث ما اتفق عليها اللي هو حسب هيكلتك اللي انت جبتها. فهم ما كانت هي الهدف الهيكله، ولا كان الهدف مصلحه الطالب الجامعي، ولا كان الهدف سمعه الجامعه، انما كان الهدف هو اذلال العاملين بالجامعه واخضاعهم لهذه الاداره التي اتت حديثا. المدير الجديد ده بالصراحه كده جاي عشان ينفذ اجنده لهؤلاء النفر، وهؤلاء النفر لا تهمهم المصلحه، هم بيفتكروا انه الجامعه دي حقت اختطفوها، وهم اصلا لا يمثلوا شركه المغتربين لوحدهم، يعني شركه المغتربين فيها اكثر من فيها 3200 موظف، وهؤلاء 3200 هم دي 9 انفار يصادروا الراي الاغلبيه بتاع 3200 نفر، وبيدعوا ان هذه الشركه تمتلك 60% من الجامعه، وهذا الكلام خطا، تمتلك 60% من الجامعه حسب دراسه الجدوى اللي اتعملت لهذه الجامعه، وهم اصلا ما دفعوا هذه المبالغ اللي تساوي 60%. هذا هؤلاء النفر طلعوا بحاجه اسمها الاسهم القاصره، ودي دي حنتكلم عنها ليتر. انا ارجع لموضوع الراتب، نحن مشينا مكتب العمل، مكتب العمل اصدر خطاب لهم، هو قام المدير رد على مكتب العمل رد ضعيف، رد انه نحن عند مجلس الامناء اجاز لا اشترط العقود، هذا الكلام غير قانوني، مجلس الامناء ذاته غير مكتمل، مجلس ناقص بكل اسف، وهو بيتحكم في مصير الجامعه وينوي السير بالجامعه نحو درك سحيق، يعني هو داير يوقف العمليه التعليميه. وبالتالي فعلا مكتب العمل لما جاب الخطاب وهو ربط نحن طوالي، طبعا تخيل لك ان تتخيل استاذ احمد نحن 15 يوم، اليوم يوم 20/2 تقريبا، ونحن لحد الان ما صرفنا راتب شهر يناير اللي هو حسب الهيكل. طبعا لما جاءوا مكتب العمل قال يا جماعه اللي عايز يصرف بالقديم يصرف، تخيل انت عملت هيكله واجزتها في جمعيه عموميه واتفق عليها العاملين بالجامعه واداره الجامعه ومجلس الامناء اجازه، هذا اللي تدعي انه مجلس امنا، تجي تقول يصرفوا بالقديم حتى يوقعوا العقد بعدين ياخذوا الفرق، هذا نوع من الاذلال. ونحن طوال توقفنا عن العمل لانه ما قدرنا نصل لموقع عملنا حقيقه، يعني كان كل العمال بكل اسف يعني هم طبعا ضغطوهم من الليدر بتوجعهم على اساس انه يجوا، وهذا طبعا ناسين انه نحن عندنا كرامه، الانسان السوداني عنده كرامه وعنده عزه، مهما زليته هو تلقاه صامد وصلب في وجه كل المحن والإحن
وكل الظلم والبطش، وبالتالي وقفنا أضربنا لمدة 3 يوم، توقفنا عديل عن العمل، مش أضربنا، توقف عن العمل حسب قانون مكتب العمل لسنة 1997، وكان الكلام ده انتهى يوم الخميس. وإذا بنا نفاجأ يوم الأربع بإصدار خطابات فصل أعضاء النقابة، رئيس النقابة والأمين العام للنقابة وثلاثة من أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة، لأنهم بحجة أنهم اشتكوا في مكتب العمل، تخيل. والآن الجامعة تجمع أساتذة كلية الهندسة أصدر بيان يشجب ويدين هذا المسلك، طلاب كلية الطب أصدروا بيان يدينوا هذا المسلك، تجمع أساتذة بعض الأساتذة من كلية الطب أصدروا بيان يدينوا هذا المسلك، وأساتذة والعمال عملوا وقفة احتجاجية، والجامعة الآن متوقفة وحتتوقف إذا لم يرجع هذا المدير إلى رشده. على أي هذه باختصار مشكلة النقابة والأستاذ الجامعي في جامعة المغتربين مع طبعا هذه الإدارة المتعنتة، الإدارة التي أتت أن تنفذ أجندة خارجية وليست مصلحة الجامعة. طبعا يا دكتور، انا بس عشان نلخص النقاط اللي ذكرتها بس بهزله مباشره عشان تجاوب للحضور. اول سؤال، النقابه هي مسجله الان في اول نقابه تم تشكيلها في لجنه ازاله التنكين وتم اجازتها، صح؟ نعم، تم إجازتها بالقرار رقم 25 بتاريخ 25/3/2020، وأجيزت، والآن هي تمارس عملها كنقابة، كلجنة تسيير معتمدة بواسطة المجلس السيادي أو لجنة تفكيك التمكين وإزالة الفساد، محاربة الفساد واسترداد الأموال. وتخيل هذا المدير فصل ستة من أعضاء تلك اللجنة. ونحن حقيقة الآن عملنا خطاب ضافي جدا جدا للسيد مسجل، للسيد رئيس لجنة التفكيك التمكين، وقابلنا مسجل تنظيمات العمل وعضو في لجنة النقابات تفكيك التمكين، وطلب مننا تسليمه الخطاب مرفق معه خطابات الفصل، وعشان يعيدوا الحق إلى أصحابه يعني. نعم، فأستاذ أحمد تسمعني؟ طيب، إذا كنتم تسمعون السادة الحضور، نحن ما توقفنا عند هذا الوضع، نحن لجنة معترف بها أو معتمدة من قبل لجنة تفكيك نظام الـ30 من يونيو وإزالة الفساد واسترداد الأموال، محاربة الفساد واسترداد الأموال. أستاذ أحمد لو تسمعني. ايوه سامعك يا دكتور. السؤال الثاني مهم جدا، وزاره التعليم العالي هل من عارف ان المدير بتاع الجامعه بيجي من داخل الجامعه؟ لانه في داخل الجامعات في مغتربين في بروفات وفي استاذ مساعد واستاذ مشارك وبروف، في يعني نخبه من الاساتذه. ليش ما تم اختيار واحد من طبعا مدير الجامعه؟ ليش ما ترشح من داخل الجامعه؟ ده السؤال الاول. ومفروض البعد ترشح من داخل الجامعه تأكد عليه وزارة التعليم العالي، ده السيستم المفروض يحصل. الجامعة ترشح صحيح، ومن بعد الجامعة ترشح يتم اسمه انه اختياره من الوزارة، تمام؟ طيب، ليش نو تم تخطي سؤال الوزارة؟ جميل جدا جدا، اشكرك عليه. يعني حقيقه انا كنت اجيه، لكن هو سؤال مهم والله. يعني اول حاجه نحن دي مشكله آفة الاحزاب في العهد الديمقراطي ده. يعني حقيقه نحن بمجرد ما اللجنه التنفيذيه للنقابه، نحن تحركنا كجمعيه عموميه وجلسنا في مجلس السنت بتاع الجامعه، مجلس الجامعه ككل، عمداء واساتذه وهيئه التدريس وكلهم كانوا حضور، وعملنا ترشيح ديمقراطي واضح جدا جدا حسب قانون الجامعه، من استاذ او حسب قانون التعليم العالي من درجه استاذ مشارك فما فوق. فعلا قد تم الترشيح وطلعوا 3 مرشحين كان من داخل الجامعه، لكن بكل اسف المعركه بين الملاك او الذين يسمون انفسهم بالملاك، وانا لخص لهم لك قبل شويه، الذين اختطفوا شركه المغتربين عن طريق ما تسمى او التمثيليه السخيفه التي تسمى الاسهم القاصره، وهم
هؤلاء النفر ذهبوا تخطوا الوزارة، تخيل، وذهبوا عن طريق وزير شؤون الرئاسة، لأنه راجل حزبي كان، وهو أنا أقول لك بصراحة وكان يتبع لحزب الأمة أعتقد، ورشح وقال لهم مين مرشحكم؟ أدوا له هذا المرشح الذي أتى، رجل لا يملك قراره، رجل ضعيف، رجل جاي عشان ينفذ أجندة خارجية. هذه تخطوا الوزارة، صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية من وزير شؤون الرئاسة الذي هو شكل لجنة، واللجنة دي ما اختير فيها أي واحد من أعضاء الجامعة من داخل الجامعة، لجنة اختار من هؤلاء الملاك ومن جهاز أمين جهاز شؤون المغتربين، كان متواطئ معاه بكل أسف، وبرضه يتبع لنفس الحزب. والناس ديل انا ما اقدر اتكلم في السياسه كثير، لكن اعتقد انه هذا السياسه ده لعبت دور في المساله، وجابوا الشخص ده من خارج الجامعه، ومن خارج حتى من خارج الوزاره. يعني هو اصلا نحن اصلا كنا بنقول يا جماعه نحن مختلفين، نحن كنقابه رشحنا ناس من داخل الجامعه و و و و و او مجموعه الاساتذه، رشحنا حسب من الجامعه، رشحنا ناس معينين. اصلا اللي بيتم كالاتي، انه ترشح الجامعه ناس يتفقوا عليهم الاساتذه، والوزاره تختار منهم، تختار الشخص المناسب الذي تنطبق عليه الكرايتيريا بتاعه الاداره المؤسسات التعليم العالي وترفعه لمجلس الوزراء. لكن اللي حصل انه هذه اللجنه التي شكلها هذا عمر مانيس بكل اسف ما كان في اي ذن منها داخل الجامعه، ولا كان في ذن من النقابه، من اعضاء النقابه، اساتذه الاساتذه نهايه التدريس، وكانت هي من لجنه من امين شؤون العاملين بالخارج، وكذلك هو نفسه رئيسه، وواحد من اعضاء المجلس الذين اختطفوا، الذين ينوون اختطاف الجامعه، فجاب مرشحهم وتخطوا الوزاره وصدر قرار من مجلس الوزراء مباشره دون ان يمر على وزيره التعليم العالي. انا اتحدى انه هذا المدير لم تعتمده وزيره التعليم العالي ابدا، ولم يطرح اوراقه عليها لدراسة إمكانية تعيينه أو ترشيحه كما ينبغي للسيد رئيس مجلس الوزراء. تخطي، وهذا الرجل جاء عشان ينفذ أجل. بكل أسف هذا اللي لا حصل. للأسف الشديد يعني. فالمعلومة اللي أنا استنتجتها برضو من كلامك يا دكتور أنه يعني للأسف مجلس الأمناء لا يحتوي على أساتذة ولا على طلاب أو على خريجين الجامعة، وبالرغم أنه جامعة المغتربين عندها يعني صفوة من الأساتذة يعني اللي عندهم علم كبير جدا يعني بكل الشؤون الإدارية داخل الجامعة ومشاكل الجامعة. طيب كويس. مجلس الأمناء أول حاجة هو طبعا حسب قانون الجامعة لسنة 2010، هذا القانون ساري حتى الآن، قانون الجامعة بيشترط على إنه مجلس الأمناء يجب أن يتكون من كالآتي: 14 من الملاك أو 15، وخمسة بتختار من وزارة التعليم العالي، وعندك ثلاثة من أساتذة الجامعة يتم بالترشيح من داخل الجامعة، وأربعة من عمداء كليات الجامعة، وواحد من ممثلين الخريجين. ديلا بيكمل العدد تقريبا 35 يفترض يكون هذا العدد. هؤلاء النفر لحد الان ما في ولا واحد منهم في مجلس الامناء اللي عمل هيكله جديده، واللي اشترط عقود جديده على العاملين، وياخذ هذه القرارات ويبطش. ما هذا المجلس غير ابدا، ما في ولا واحد من اعضاء من داخل الجامعه ابدا على الاطلاق. هم عباره عن مجموعه اللي ذكرتها لك، تسعه انفار، وهذا التسعه انفار دول بيمثلوا شخص واحد، شخص واحد عنده مكتب هنا اسمه قاعد في يمثل شركه المغتربين، يسمي نفسه بالعضو المنتدب لشركه المغتربين، العضو المنتدب لشركه الافاق، العضو المنتدب لمجلس الامناء. هذا كلام غريب وعجيب. يعني الآن أصبح الأستاذ في زي ما بيقولوا سندانة المالك عشان يدي رسالته كيف، يعني احنا الآن قاعدين في الوسط. نعم صحيح، بالضبط. بين 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 سندانة المالك الذي يلوي ذراعه لكي يوقع عقود مجحفة، وبين مطرقة الوضع الاقتصادي المنهار، الوضع الجامعي أصلا منهار حقيقة، فالبيئة الجامعية غير صالحة. هذه بين المطرقة والسندان، بالضبط كده. مطرقة المالك الملاك وسندان الظروف، أيوة نعم، كلنا سندان عارفينها، الظروف البيئية الطاردة. نعم كلنا نعم عارفينها في نعم السودان يعني بدون اي زول يعني مستحيل اثنان اختلفان فيها. السؤال المهم جدا يا دكتور قبل ما ننتقل لمعلم بعدين، انت قلت في فصل ضم فصل
الفصل ده طبعا اي فصل عنده لوائح عنده اليات واجراءات. انا شايف انك جيت يوم الاربع تم فصل طوالي مباشره، هل اتبعت اي اجراءات للفصل ولا طبعا فقط طلعت خطابات فصل؟ لانه بعرف الفصل بيجي وبيكون في محاسبه وفي يعني في اليه للفصل. انا شايف انك يعني الاليه بتاعت الفصل كيف يعني؟ دي نقطه بقى طبعا اعتقد ان اي طبعا استفسار. طبعا هو الماده 16 من قانون الجامعه بتدي اللي هي لائحه الجزاءات، الماده 55 اعتقد، وبتدي هو فصلنا حسب نص الماده 16 يعني على اساس انه فصل تعسفي، يعني هو بيقول لانه اشتكوني بس. نحن ما اشتكينا ابدا، نحن ذهبنا اشتكينا لمكتب العمل لرد الحقوق الى اصحابها، اذا يعني الجامعه هو بيمثل سنام الجامعه، هو اداره الجامعه، نحن ما اشتكينا في شخصه، فهو شخصا الموضوع. وطبعا المزاله ما هي كده، هي المزاله ما ايوه مقصود بها، هو اتى، شوف اتى الشخص الذي يدير هذه المؤامره اللي هو الذي ذكرته لك قبل قليل، ويسمي نفسه مندوب مجلس الامناء، ويسمي نفسه العضو المنتدب لشركه الافاق والعضو المنتدب لشركه المغتربين. هذا الرجل ذهب الى مكتب العمل وصرح لهم بانني سوف ارفدهم وادفع ال6 شهور. تخيل، هو ذاته قانون العمل مضحك حقيقه، قانون بالضبط بالضبط. غريب انه الاستاذ الجامعي يتعامل بهذا القانون، ان انا ادفع ولو دايرين حفله، وقال لو دايرين بالحرف الواحد، المدير الجامعه في احدى اجتماعاتنا معه قال يا اخي العاجبه عاجبه ما عاجبه يمشي، لا لي باص واجيبه هنا، باص بتاع اساتذه اجيبه، والله بهذا النص، العاجبه يعني عاجبه ما عاجبه يمشي. فاحنا ايوه يعني زي ما بقولوا الان يعني ما عارف هل انا طبعا في اسئله بعدين هنسالها في نهايه الجلسه، الاستفسارات كثير جدا معي، لكن ما ننطلق للنقطه الثانيه. الصوت يا أحمد، الصوت يعني سيء جدا كان. انا بم اهتمام على وكيله وزاره العمل، و الصوت كده واضح؟ لا آخر دقيقة دي قولها ثاني، آخر كلام قلت ده قوله مرة واضح ثانية. واضح. ما في هاي فانا كان حسب يعني كده ما مشكله، احنا نمشي للمعلق ونرجع لموضوع الاسئله دي يا دكتور عبد الرحيم. طيب، في البداية السلام عليكم، تحية لكل الحضور الموجودين على اللايف، تحية أولا لمبادرة الباحثين السودانيين لأنها أدتنا المنصة بتاعتها عشان نتكلم فيها، تحية لتجمع أساتذة الجامعات الخاصة أستاذ أحمد داوود وكل الحضور. الموضوع حصل لما نيجي نتكلم عن الجامعات الخاصة الواحد بيخش فيه تفاصيل معقدة أكثر، يعني عادة بطبيعة الحال في الجامعات الحكومية لما تيجي تتكلم هي جامعة أسستها الحكومة، الغرض بتاعها واضح هو الغرض بتاع التعليم. الاستثمار التعليمي بالتحديد اللي هو في الجامعات الخاصه والكليات الخاصه يكون في مكون ثاني اللي هو مكون استثماري اللي هو ما يسمى بالملاك. ديل خاصه في الفتره بتاعت ما سميت بثوره التعليم العالي ظهرت في احد النقاط، بيجوا غالبا ما بكونوا هم ذاتهم ناس اكاديميين ما عندهم علاقه بالعمليه الاكاديميه، فالاهتمام الاكبر بتاعهم في الاستثمار. هي دي المساله اللي بتخلي يخلق تخلق صراع ما بين العمليه بتاعت الارباح وبين العمليه بتاعت التعليم نفسه. الحقيقة دي بالمناسبة دائما قاعد تخلق إشكاليات في الجامعات والكليات الخاصة عموما، لأنه هيئة التدريس والكادر الأكاديمي الكادر التدريسي اللي عايز يمشي في اتجاه حاجة أكاديمية واضحة قاعد يكون متحرك في اتجاه معين، أما الجانب الاستثماري اللي هو ما عايز بيحاول دائما يزيد من الأرباح على حساب الإنفاق في الجامعة المعينة. الحقيقة طبعا دائما بتخلق صراع ما بين المجموعات دي، وإذا الإدارات بتاعت الجامعات كانت في حالة من الضعف بتخليها إن الجامعات دي دائما قاعدة تكون راجعة لورا، وده هو الوضع اللي دائما فيه إشكالية. وجود النقابات داخل الجامعات الخاصة قاعد يلاقي منذ الأزل قاعد يلاقي دائما صراع كبير بالمناسبة من الإدارات ومن الملاك نفسهم بالمناسبة. ليه؟ لأنه وجود نقابة معناها إنه في جهة اعتبارية ذات قوة تمثل رأي العاملين دين ذاتهم، فبالتالي بتحاول بقدر الإمكان إنها تصارع القرارات الإدارية والقرارات الجائرة من الملاك. عشان كده النقابة دائما قاعد تكون في حالة بتاعت حرب. أي نقابة موجودة في مؤسسة بتاعت التعليم خاص لأنها بتعاين بس لمسألة التعليم، بتعاين لحقوق العاملين، بتعاين لحقوق الأساتذة، بتعاين لوضع بتاع التدريس، بتعاين حتى لأنه البيئة الأكاديمية للطلاب تكون كويسة.
مساله الاستثمار هي ما مساله اساسيه بالنسبه لها، فبالتالي بيحصل صدام ما بينه وما بين الملاك. جامعه المغتربين زي ما ذكر الدكتور عبد الرحيم هي تكوين ذات معقد في نفسه، لانه فيها مكون حكومي من 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 من, من شركه المغتربين، من جهاز الاستثمار للضمان الاجتماعي، فيها مكونات خاصه ثانيه كلها خطت كلها في شركه واحده اسمها شركه الافاق، هي شركه بتاعت مساهمه، هي المالكه لجامعه المغتربين. فبالتالي حتى مالك مباشر للجامعه يقدر يقوم مجموعه بتاعت ملاك واضحين، يجي ممكن يقول انه ده المالك بتاع الجامعه، الحاجه دي من الصعوبه من مكان. عشان كده المجموعات ذات الموجوده في الملاك دي ذات بين صراع موجود لفتره طويله قاعد ينعكس بشكل مباشر على الجامعه. النقابه دي لما تاسست في 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 نهايات 2019 زي ما ذكر دكتور عبد الرحيم، بشكل بالمناسبه كان بحاله بتاعت انتخاب حر مباشر قبل ما يتم حل النقابات العامه، تم الانتخاب في وجود ممثل ل مسجل عام تنظيمات العمل في الوقت ذاك اللي هو مولانا محمد عوض، والتسجيل تم بشكل قانوني تماما. بعد ذاك تم حل النقابات وتم اعتماده من القرار 25 زي ما ذكر دكتور عبد الرحيم. في الفتره دي كلها بنزل من الوقت ذاك لحد الان النقابه نفسها اشتغلت على اساس انها تصلح الاوضاع العامه بتاعت الجامعه، الوضع اللي كان واضح في شكلها ذاك تمام، لقت مقاومه كبيره، وضعت امامها متاريس كثيره، لكن بطبيعه الحال او طبيعه عمل النقابات هي المقاومه في الاصل. فاشتغلنا عبر كل هذه المتاريس لحد ما وصلنا للنقطه اللي احنا فيها الليله، اللي هو بدايه من تعيين المدير الجديد اللي تم تعيينه عبر 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 رئاسه الوزراء، تم تعيينه عبر عبر رئاسه الوزراء زي ما ذكر التفاصيل دكتور عبد الرحيم. المشكله الحقيقيه اللي بتواجه الان الجامعه انه في يعني حتى المدير الموجود الان هو بعيد تماما عن الجو بتاع الجامعه نفسها، يعني هو ما لا يعرف شيئا عن جامعه المغتربين، حتى ممكن انا اقول لا يعرف شيئا عن الوضع بتاع التعليم في السودان، ولا يعرف شيئا عن قوانين العمل الان في السودان، ولا يعرف شيئا عن قوانين تنظيمات العمل والنقابات في السودان. حقيقه بدا الكلام ممكن بشكل كويس، مع انه الطريقه اللي هو جابها نفسها كان عندنا تحفظ كبير عليها، لانها اتجاوزت وزاره التعليم العالي. وفي الحقيقه وزير التعليم ذاتها دكتور انتصار صايرون كانت متحفظه على المساله دي نفسها في لحظه يعني تعيين المدير. لكن بطبيعه الحال احنا طبعا في النهايه بنبحث عن الحاجه اللي بتكون لمصلحه الجامعه، فعلى مضض رضينا انه نتعامل بحيث انه نحاول نمشي لقدام، نحاول نحسن الاوضاع، وانه يكون في تعاون ما بيناتنا يعني باي حال من الاحوال تمام. في البدايه كان الوضع كويس، كان في وعودات بانه يتم زياده لهيكل راتبي بشكل كويس، قعدنا في تفاوض لفترات طويله، التفاوض ده في النهايه افضى لزياده معينه بشكل معين ارتضيناها على مضض، لانها هي ذات الزياده اللي احنا نتكلم عنها الان دي ممكن تقول انه السوق اتجاوزها في حاله الانهيار الاقتصادي الواضح امامنا الان. في كان كلام عن عقودات، لكن الكلام كان كلام عام جدا. لما جينا لنهايه شهر يناير اللي هي في 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 في, في لحظه المستحقات، هنا كانت اللحظه الغريبه يعني. انت قادر تتخيل معايا استاذ احمد وكل الحضور انه استاذ جامعي تمام، او ايا من كان يعمل في مؤسسه بتاع التعليم عادي، مؤسسه اكاديميه تمام، يتم مساومته بحيث انه يا اما توقع العقد اللي قدامك ده او ما تصرف مرتبك. مساله مخجله بالحقيقه بالمناسبه في اي قطاع من القطاعات ايا كان، مش حتى القطاع التعليمي، دي مساله مخجله انه واحد يقولها ذاته يعني تمام. وظل الحال كده يعني، حتى احنا خدينا يعني حتى بعد الكلام ده ما قال يعني احنا خدينا فرص بتاعت حلول المشكله، انه يا اخي كده تصرف مرتبات الناس بعد ذاك نتناقش في موضوع العقودات ده، وظل الرفض موجود يعني. مش الرفض يعني، المسألة انه حتى المدير الموجود حاليا لا يملك قرار. انت يعني حتى لما تمشي تقول للمدير يا اخي اصرف مرتبات بعد ذاك يتناقش، بيقول لك يا اخي انا ما عندي الراي، الراي من مجلس الامراء. فهي دي مساله بالمناسبه بحد ذاتها سيئه. انا ذكرت في البدايه انه لما تكون الادارات ضعيفه تمام، وتكون
متواطئه مع 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 الملاك، وخاصه الملاك المستثمرين اللي ما عندهم علاقه بالعمليه التعليميه او العمليه الاكاديميه، دي بشكل مباشر حتؤدي لانهيار المؤسسه الاكاديميه. لانه الزول المستثمر بيعاني لارباح، ما عنده علاقه بانه التعليم مش كويس، جوده التعليم عامله كيف، نوعيه الكوادر اللي هو بيعمل فيها، تقويم عامل كيف، طلاب يشيلهم كيف، الموضوع ده ما عنده اهميه بالنسبه له. هو دخل قروش في الجامعه ايا كانت، تمام، وعايز منها ارباح فقط. هي دي طبعا مساله فيها مشكله كبيره لما نتكلم عن المساله التعليميه، دي مشكله كبيره حقيقه يعني. فهي دي المشكله الان واجهتنا احنا، بقينا بنتناقش مع المدير، والمدير هو في نفسه لا يملك قرار اختيار حاجه، وبيضطر يرجع لمجلس امناء اصلا غير مكتمل، لمجلس امناء عليه غبار كثير اصلا، اتكون في فتره ذاته غريبه، في 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 ظل هشاشه كانت موجوده اصلا في الدوله في الوقت ذاك، اتكون في الفتره الاخيره قبل سقوط النظام الباي، فالمجلس ده نفسه. فالموضوع الان انه اضطرينا مجبرين، يعني احنا في فتره بتاعت امتحانات، يعني اضطرينا مجبرين في ظل التعنت الحاصل له، انه احنا نخش في توقف عن العمل، ونحن الان في فتره بتاعت امتحانات بالمناسبه، في امتحانات شغاله، وفي امتحانات حتكون في الاسبوع القادم اصلا مفترض على حسب الجدول يعني. لكن في حاله التوقف اللي احنا فيها فالامتحانات ما موجوده يعني. حتى بعيدا عن الجسم النقابي ذاته، بعيدا عن الجسم النقابي، لما تمت عمليات الفصل، وفصل طبعا جائر تماما يعني، بطبيعه الحال ما ممكن انت تكون قاعد في مؤسسه، خلينا حتى من انها تكون مؤسسه تعليميه، تمام، لما يكون في نقابه، يكون في جسم نقابي قاعد يمثل في حقوق العمال قدامك ديل، تمام، الجسم ده هو طبيعته انه يطالب بالحقوق، وطبيعه الجسم ده اصلا انه يطالب بالحقوق، فلما الجسم ده يطالب بالحقوق يطال الفصل رئيس النقابه ونائب رئيس النقابه واربعه من اعضاء، يعني عفوا نائب الرئيس والامين العام واربعه من اعضاء النقابه، بالاضافه الى انه في احد المحاضرين في كليه الهندسه تم فصله وهو ما جزء من النقابه، لانه يعني على يعني على حسب نظره الاداره اتجرا واعترض يعني في سلوك يشبه بشكل كبير الدوله البوليسيه لنظام الانقاذ، او أسوأ أسوأ في الحقيقه بالمناسبه، هو أسوأ بكثير كمان طبعا يعني. انت لما تتكلم عن 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 عمل قاعد يحصل الان في 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 عهد ما بعد الثوره، ما بعد الثوره في دوله احنا بنعتقد هي دوله بتاعت حريه وسلام وعداله، بنتكلم عن احنا ده نخلق دوله بتاعت قانون ودوله بتاعت مؤسسات، يتم فصل استاذ جامعي لانه اعترض على وطالب بحقه، مرتبه يعني اقل من 10,000 في الوقت الراهن ده، يعني 10,000 دي يعني المرتب يعني لا يكفي قوت يوم او يومين وزر رب يوسف. ايوه حقيقه بالمناسبه، وحتى المرتبات التي قاعده تتم المساومه عليها اللي هنا انا قبل شويه قلت لك انه حتى المرتبات اللي قاعده تتم المساومه عليها اللي هي بعد الزياده تم اجازتها السوق يتجاوزها. طبعا انا في مقوله يا دكتور مع الاستاذ معلا ودكتور عبد الرحيم ودكتور رازي بتقول يا جماعه اذا كان الاكاديمي يعني انت ما تنظر للاكاديميات انها حتنجح اذا كان الان مسيطرين على الوضع او متخذين القرار، انا ما حقول يعني ما بالجو للعمليه العلميه او البحث العلمي لتحليل الوضع الراهن، بس يعني عندنا مشكله تماما الان ما في اي عمليات منطقيه، يعني انا احس الان ما في اي قرارات، يعني كل الحاصل ده حتى يعني عمليه الترشيح بتاعت المدير يعني ما في يعني خالفت كل اللوائح والنظم، يعني للاسف احنا بنقول ممكن نقول بكل وضوح حتى نظام الباي وكان بيحصل يرشح مدير كان ايوه بيجيبوا لكن بداخل اطر القوانين بيجيبوا زول، لكن الان لا هم تجاوزوا كل القوانين. بالضبط كده، بالضبط دي الحاجه اللي حصلت، يعني المساله بتاعت ترشيح المدير دي بالتحديد يعني تمت العمليه وبدت بشكل كويس، يعني داخل الجامعه اجتمع مجلس الاساتذه اللي هو يعتبر السنت بتاع الجامعه وجهز ترشيحاته على استمشي الوزاره، وده الوضع الطبيعي لانه يحصل، يعني الوزاره يكون عندها صاحبة راي في المساله بتاعت اختيار المدير. يعني الحاجه اللي حصلت انه تم تجاوز الوزاره تماما، يعني الوزاره شنو بتجاوز؟ هل تم يعني اخر البيان او مشيتوا للوزاره انتم؟
احنا مشينا الوزاره، انت عارف المساله المؤسفه يا استاذ احمد انه وزاره احنا عرفنا بمساله تعيين المدير ده قبل الوزاره. ايوه والله حقيقه عرفنا بالحاجه دي قبل الوزاره، لانه المرشح اللي جابوه اللي هو المدير الحالي ده اختاروا مجلس الامنا، اختاروه الملاك عشان يخدم مصالحهم. وتقريبا هو من خارج السودان، هو من خارج السودان بعيد من السودان، يعني هو الظروف دي كلها ما عنده اي درايه بها. ايوه اختاروه عشان يخدم مصالحهم، وقبل ما يتم العمليه بتاع الترشيح ذاته صرح بها العضو المنتدب الذي يسمي نفسه العضو المنتدب زي ما قال عبد الرحيم بان احنا اصلا جايين التعليم العالي. هل ادت اي اعتراض او اي شيء رسمي عشان احنا نستند عليه يعني، ولا كان في فقط سكوت بعد تشكيل الوزاره التعليم العالي؟ احنا 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 وصلنا الوزاره وكان عندنا تحفظ كبير على المساله بتاعه تعيين الزوده. الوزاره ما عارف اجراء العمليات بالضبط شنو، وما احنا قعدنا معاهم وما كان عندهم تحفظ برضو على المساله بتاعه التعيين دي، لكن هل عملوا اجراء في اتجاه الحاجه ولا لا، دي مساله انا ما متاكد. عبد الرحيم لو عنده علم ممكن انا ده اعرف هل في اجراء حصل او ان شاء الله، بس زي ما بقولوا على الاقل انه طيب احنا اوكي. الحقيقه يا استاذ احمد معلش المقاطعه في النقطه دي، اسمح لي بس انا اضيف حاجه. هي طبعا تفضل. الوزاره جاها اوردر، يعني جاها قرار من مجلس الامم من رئيس مجلس الوزراء بانه تم اعتماد المدير الجديد المعني ده. والوزاره طبعا الجامعات الخاصه دي هي الوزاره بتحاول دائما ما تتدخل بصوره حاسمه كده، مع لانه عشان ما تدخل في مسائل قانونيه مع الملاك وكده، فهي على هي بتفتكر انه المفروض الرفض يجي من داخل الجامعه. يعني هي ما قالت كده، لكن بتفتكر انه دائما لان وضع الجامعه وضع خاص، هذا شان للملاك، يعني شان الملاك هم عليهم المراقبه وعليهم كذا. صح، تعيين المدير لما نجم الترشيح، نحن كنا بنرى انه ترشيح المدير ده نحن ما عندنا مرشحين، والطرف الاخر عنده مرشحين، الطرف الاخر عنده مرشحين، ونحن قلنا الوزاره ممكن ترشح ناس ثاني، ترشح اخر من عندها من معرفتها من ذوي الخبره وذوي الدرايه، على اساس انه تحل هذه المشكله. لكن فرضا على الوزاره، يعني فرض هذا جاء 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 يعني نومينيشن او جاء يعني قرار للوزاره بانه تقبل هذا المدير او عين هذا المدير، خلاص ده قرار وزاري في حكومه يعني. ف انه ابدا ما يعني ما عندها دور فيه، وعندها عدم رضا كثير في المساله، لانه اصلا المساله غير قانونيه. يعني اصلا الاوتوكاد بتاع الشغل بتاع العمل الوزاري انه رؤساء الجامعات او مدراء الجامعات يرشحوا من الوزيره، وبعد ذلك تتم الموافقه عليهم من مجلس الوزراء، هذا ما لم يتم، بل بالعكس اتقلبت الايه. يعني على اي حال زي ما قال الاستاذ معلم، هذا الرجل جابوه عشان ينفذوا مخططاتهم ما عندهم علاقه بالتعليم، العمليه التعليميه، الاستقرار التعليمي. انا اضرب لك، اقول لك من فداحه من يعني من 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 سخريه الاغدار، يعني احنا اضربنا في وقت في امتحانات زي ما ذكر الاستاذ معلم، الان الامتحانات رغبان اسمها خارج الجامعه، هذه كارثه. الامتحانات الان تمت مراقبتها، امتحانات المستوى الاول من ناس من خارج، نحن في اضراب، نحن في توقف عن العمل تمت، ونحن بالمناسبه نحمل امانه الشؤون العلميه هذه الكارثه، هذا الذي حصل. نحن بنهينا من خلال منبركم العتي هذا، من خلال منبركم الحر هذا، نعلن تحميل المسؤوليه لامانه الشؤون العلميه في امتحانات، وعقدت امتحانات خارج من موظفين او رغبت من ناس لا عندهم علاقه بالعمليه التعليميه ولا عندهم علاقه بجامعه المغتربين. فمن هنا ارجو واناشد كل استاذ عنده ارتباط تعليمي او ماده تعليميه بطلاب المستوى الاول عدم تصحيح هذه الاوراق لانها ما رغبت باساتذه الجامعه. عندي طبعا استفسار، يعني صراحه اراود معظم الناس طبعا يا دكتور عبد الرحيم، انا يعني عن غربي منكم وعارف مشكلتكم، لكن انا بزل استفسارات الناس اللي هم بعيدين تماما منكم، تمام؟ فالسؤال المهم جدا، انا شايف راي الجهات الحكوميه اللي عندها جزء او شراكه في الجامعه، لانه يعني عارفين انه في جهات حكوميه عندها نسبه ما يقارب كم 30% من الجامعه،
راي، هل عندها راي معلن ولا تحافظ على الاراء؟ والله دايما يا استاذ احمد حقيقه انت بت بت يعني بتجيب اسئله بالصميم. انا اشكرك على السؤال ده برضه، فعلا هو من لب المشكله. يعني المشكله وين؟ انا قبل قريت لك، خليني اقراها لك ثاني. العلاقه الشركاء زي الحكوميين، اول حاجه في تدليس او في تزييف للحقائق. هذا هم قلت لك نظريا حسب دراسه الجدوى لهذه الجامعه، اصلا دراسه الجدوى كان راس مال هذه الجامعه 5 مليون دولار اصلا حسب دراسه الجدوى ولما تكونت. يعني بالمناسبه جامعه المغتربين، يعني جامعه المغتربين هي جامعه خاصه زي ما قلت لك. ليه؟ لان اول حاجه انشات بقرار فوقي بس كده من رئيس الجمهوريه عمر البشير، قال لهم اوكي نعمل للمغتربين في جده وفي الرياض نعمل جامعه. دائما اصلا الكليه هي بتتعامل كليات بتبقى كليتين ثلاثه بعد كده تبقى جامعه. لا، جامعه المغتربين بقرار طوالي وان ديسيشن طوال، بقت قرار في قرار ودوه المجلس الوطني وقع له عملوا له قانون انتهى الموضوع في الجامعه. يعني هذه يعني هي سبحان الله الاداره السابقه اختلفنا واتفقنا معها، يعني كانت حريصه جدا. الزمن ذاك لما تكونت الجامعه كانوا كلهم في على قلب الرجل واحد، ما كان في خلاف. لكن لما اختلفت المصالح بين اعضاء المؤتمر الوطني والمستفيدين والارزقيه منه، اختلفت الاداره وقفت في صايد، وهذا هؤلاء النفر الطامعين وقفوا في صايد ثاني. الحصل انه انا زي ما قلت لك شركه المغتربين حسب دراسه الجدوى بتمتلك 60%. هل تعقل يا استاذ احمد شركه المغتربين ما 60% من ال 5 مليون دولار دفعت 5 دفعت 4 مليار و478 مليون و772 جنيه في 72 جنيه في تاسيس الجامعه. شركه المغتربين اللي بتدعي انها هي تملك 60%، هي على الواقع لا تملك ولا 5%. ليه؟ لانه شركه المغتربين على الواقع على الدراسه كنا 60% وجهاز المغتربين 20%، والمعاشات الصندوق القومي للمعاشات جهاز حكومي يملك 8%، صندوق الضمان الاجتماعي يملك 6%، كمال حمزه عنده 1%. العائد عندها 2%. دي سي العقارية تصحيح كمال حمزة عنده، هذا صحيح. يعني ده كله عشان ياكلوا عرق الشعب المهاجرين من المغتربين اليتمى. بالمناسبة في قطاع الشركة فيها 3200 نفر، اللي بيدونا عندها 60% دي. ال 3200 دول معظمهم من الاسر المساكين الذين اضطرتهم الظروف للعيش في الخارج، ومساهمين في الشركه دي اكلوا اموال وشالوا اموال وما دفعوا للجامعه غير 4 مليار و478 مليون و772. وجات شركه الافاق، شركه الافاق اللي بيقولوا هنا هي مالكه للجامعه، جو دفعوا بعد ذاك. طبعا كان الجامعه على فكره تخفض لأبناء المغتربين مما تأسست لحد الآن، خفضت لهم تقريبا 2 مليون و587 ألف و920. طبعا ده بالأرقام الجديدة، يعني مليون ده يأخذ مليار يعني بالقديم. فنحن دي كلها خفضت الجامعة لأبناء المغتربين. طبعا هم بيتاجروا بأسماء المغتربين بالمناسبة، يعني اللي بيقولوا يدعوا أن الملاك دين هم مجموعة من 9 أشخاص انفردوا بشركة المغتربين، وهم مرفوضين اصلا. يعني فرضوا على فكره هم نفسهم من ناس النظام البائد اللي كان امين جهاز شؤون المغتربين في يوم من الايام في حزب المؤتمر الوطني، هم ماسكين الشركه الان، وهم نفسهم الارزاقين قاعدين في جده اللي كانوا بيطبلوا للسفراء وللوزراء في عهد الانغاث، قاموا جيروا هذه الشركه لصالحهم وبيتكلموا باسم المغتربين. لك ان تتخيل استاذ احمد انه شركه المغتربين او شركه الافاق دي اللي هي من ضمن اللي بتملك شركه المغتربين 60% منها، شركه المغتربين ذاتها المبنى اللي عليه الجامعه دي، المبنى ده ذاته الارض ارض حكوميه، الارض تابعه للجهاز، ما داخله في ميزانيه الجامعه. يعني الان هم 60% دي بيقولوا كلام على الورق. يعني حتى عندك طبعا دائما اي مؤسسه بيكون عندها خطاب دوره وميزانيه، الميزانيه مراجعه من المراجع العام. المراجع العام من 2016 هي ما داخله فيها قيمه الارض. قيمه الارض الان اللي قامت اللي قايمه عليها الجامعه 200 ل 500 دولار.
يعني هي 12,200 قايمة على جامعة 6 مليون دولار دي أصلا ما داخلة في 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 الـ في الـ في قيمة المساهمة من جهاز المغتربين، وهو تدفع للجهاز، تدفع لجهاز المغتربين، لك أن تتخيل. طيب المبنى ذات المباني اللي اتبنت دي بنتها شركة الهجرة، شركة المهاجر اللي كانت تتبع لجهاز المغتربين، وقيموها هي ب 7 مليار، اتبنت ب 7 مليار جنيه، اللي هي 7 مليار قيموها ب 2 مليار بس. شوف الفساد، شوف ال 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 الكذب، شوف التدليس، عشان يصيروا انه شركة المغتربين ما كانت جامعة، هي شركة المغتربين ما دفعت غير 4 مليون، 4 مليون زي ما قلت لك و 478,000 78,772. ولو قلنا شركة الآفاق دفعت 9 مليار، يعني 4 مليون أو 9 مليون يعني بالقديم، 9 مليون بالجديد، مع ال 4 مليون دي تساوي شنو؟ مع 6 مليون دولار، 6 مليون دولار، وقيمة المبنى اللي هو ب 7 مليار جنيه، قيمة المباني اللي تقيمت بها آنذاك، ولا تجي 5% من القيمة دي، كذابين، ما في، ما تساوي 60%. فهذه الجامعة هي جامعة حكومية، الحكومة لها فيها النص الأكبر، والشعب السوداني له فيها الضلع الأكبر، ونحن بنناشد من هذا المنبر بلجنة التفكيك، لجنة تفكيك التمكين، بأنها تقوم بدورها وتراجع هذه المأساة، لأنه هذه الجامعة مختطفة، هذه الجامعة جامعة حكومية، إنما المحاكم والقضاء انت عارفه اصلا قضاء ما هو سليم في في عقيم. في في هذا الوطن عقيم. الان هذا القرار يرجع لنظام للجنه التفكيك التمكين وازاله نظام 89، نظام 30 يونيو 89، يجب انها تتدخل وترجع الحقوق لاصحابها. هذه الجامعه مختطفه. استاذ احمد تفضل. ايوه بالضبط كده. طبعا يا دكتور عبد الرحيم، احنا طبعا احنا زي ما ذكرت في بدايه اللايف، اللايف ده يا جماعه هما لايف يعني بس فقط وينتهي، لا ده محور كامل النقاش. احنا نتكلم في الباحثين السودانيين، زي ما بقول الركيزه الاساسيه في البحث السوداني يتبني على الاستاذ السوداني، يتبني على الكادر الاكاديمي. فاحنا الكادر الاكاديمي اذا ما كان مفرغ او يعني كادر يؤدي الرساله بتاعته، يعني هي في البحث العلمي، فنحن كلنا عارفين كل الجامعات مبنيه على ثلاثه ركائز اساسيه، هي التعليم، العمليه التعليميه، البحث العلمي، خدمه المجتمع. والحمد لله يعني الان شايفين انه في حتى الركيزه بتاعت العمليه التعليميه، احنا برضو من طالب يعني دايرين نشوف اليات لتقييم العمليه التعليميه، هل هي صحيحه؟ وحاجات كثير جدا احنا نوعد ان شاء الله يكون في سلسله من المحاور هنتناقش في اليات التعليم، التعليم وزايد يعني كل النقاش دي. لكن بس هو سؤال واحد يعني بجد في الموضوع الفصل ده، هل تم إجراء منكم بعد ما تم قرار الفصل في حاجة تم يعني منكم أنتوا قدمتوها أو في إجراء عملتوه، ولا لحد الآن متحفظين على الإجراءات؟ والحاجة الثانية هو سؤال مشترك معلش برضو موضوع أنك أنتوا قلتوا مشيت مكتب العمل، فأنا عارف أنكم في إجراءات مشيت حتى قانونية كان تكفي المحامي، فممكن قلت لي النقطتين دي تفضل يا رب رحمه معلها تفضل. طيب يا استاذ احمد، بالنسبه لمساله الاجراء بتاعت الفصل دي، هو الاجراء بتاع الفصل، المساله كانت او البدل كلام اساسا في بدايه شهر 2 كان مساله التغيير، التاخير بتاع المرتبات. كان اوريدي تم اتفاق ما بيناتنا وبين الاداره على زياده معينه في المرتبات، تمام، تم اتفاق عليها في نهايه شهر 12 على انها تبدا بمرتب شهري يناير. على المرتبات قامت اتاخرت في بدايه فبراير اللي هو مرتب شهر يناير وما تم دفعه، تمام. فاحنا بدينا كلام مع الاداره في انه يا اخي ليه تم تاخير المرتبات، تمام. هنا كان الكلام انه يا اخي في عقودات جديده، توقعوا على العقودات حتصرف مرتبات، اذا ما وقعتوا على العقودات ما حتتم يتم صرف مرتبات بالهيكل الجديد. هنا احنا اعترضنا على النقطه دي لانه مساله ربط المرتب بشرط غير الاستحقاق الطبيعي بتاعه اللي هو اداء العمل هي مساله ما قانونيه، تمام. الاداره اصرت على الحاجه دي، ففي البدايه اول ما عملناه احنا مشينا مكتب العمل وعملنا استفسار انه هل الكلام ده يجوز؟ فكان رد مكتب العمل في الوقت ده انه يا اخي الكلام ده لا يجوز،
لابد ان تدفع استحقاقات العاملين قبل يوم قبل اليوم الثالث من تاريخ الاستحقاق، يعني قبل يوم 3 من الشهر. وفي عنا الوقت ذاك يوم 3 كان جاء ومشى وما تم دفع الاستحقاقات. بعد ما جاءت الرساله دي من الرد على الاستفسار ده من مكتب العمل، اصرت الاداره على نفس موقفها بانه يا اخي يا اما توقع وتصرف مرتبك يا اما شنو تكون قاعد كده. تمام، هنا بعد ذاك مشينا مكتب العمل فعلا وعملنا شكوى فعلا بانه تم تاخير المرتبات بدون وجه حق بشكل معين، والحاجه دي ما مقبوله. مكتب العمل طلع قرار بصرف المرتبات للناس، ما متاكد من التاريخ، ممكن يرجع له دكتور عبد الرحيم اذا معاه الاوراق. الناس اللي تم فصلهم ديل هم الناس اللي كانوا موجودين في الورقه بتاعت الشكوى نفسها. هي دي بالمناسبه واحده من المسائل الخطيره جدا، يعني حتى الناس اللي هو اختار انه يفصلهم هو اختار الناس اللي مشوا مكتب العمل وقاموا وكان اسمهم موجود بشكل مباشر في الشكوى. عشان كده احنا كان واضح بالنسبه لنا انه المساله بتاعت الفصل هي مساله بتاعت تخويف، لانك انت حتى لو فصلت مكتب النقابه كاملا بعد ذلك بتبقى المساله مواجهه ما بينك وما بين النقابه، دي حاجه. لكن انت اخترت انك تفصل الناس اللي كانوا موجودين وين؟ في الشكوى تم تقديمها لمكتب العمل. فهنا المساله مساله استبداديه وشكل دكتاتوري مباشر، ما فيه اثنين ثلاثه. تمام؟ بعد ذلك بالمناسبه مشينا مكتب العمل عشان ننازع في القرار ده نفسه، القرار بتاع الحاجه دي. واصرت الاداره على موقفها، اصر مجلس الامناء على موقفه، فاحنا بقينا مجبرين في الوقت ذاك انه احنا نصل لمرحله توقف عن العمل، رغم انه الزمن بتاعه كان صعب، هو زمن بتاع امتحانات وحيأثر على الطلاب، ودي حاجه احنا كنا ما دايرينها في المقام الاول، لكن سحبنا اليها مجبورين، يعني انه ما كان في خيار اخر. الاداره يعني واجهت قرارات مكتب العمل بالرفض. حتى وصل العمل. ايوه، وحتى وصلت لمرحله بتاعت انها بقت تقول انه ما في نقابه في جامعه المغتربين، الحاجه الموجوده الان دي ما قانونيه. ودي مسألة احنا قادرين نرد عليها، يعني والقانون في النهايه موجود بيناتنا. النقابه دي جات بانتخابات حره بانتخاب مباشر، حضروا ممثل من مسجل تنظيمات العمل وتم اعتمادها من المسجل نفسه واعتمادها بالقرار 25 من لجنه ازاله التمكين. فهي المساله بتاعت اعتماد النقابه دي هي مساله واضحه. هو طبعا اكيد طبعا زي ما بيقولوا الان يعني بقول لك اخر العلاج الكوي. يعني هم ما غلبهم يعملوا اي شيء، قالوا احسن نفصل. ف يعني هي محاوله لك لكسر العزيمه زي ما بيقولوا، لما تكون الجسم النقابي اللي هو بيدافع عن حقوق العاملين وتقوم تفصله او تفصل الناس المتحركين او الرؤوس زي ما هم او الناس اللي مشوا عملوا الشكوى نفسهم، فبالتالي هي كسر لعزيمه الناس، لانه يا اخي دي نقابتكم اللي انتم بتدافع عنكم وفصلناها. مساله بتاع التخويف، ومساله بالمناسبه رجعتنا لعهود الظلام، يعني زي ما بيقولوا للاسف. يعني بالضبط كده، يعني انا القضيه بتاعت الفصل دي اصلا يعني هي قضيه الان، يعني زي ما انت بتطالب في زي ما بقول ما حقوق. انا بقول يا جماعه الاستاذ الجامعي السوداني الان هو ما طمع، هو داير بس زي ما بقول الاليه عشان يقدر يعيش. والله ما قال الزول لحد الان، لو شفنا اقل تاجر مش تاجر اقل زول صبي في السوق مرتبه اللي بياخده في الشهر اضعاف البروف بحقيقه. يعني فاحنا ايوه كاستاذ الجامعين احنا بنطالب فقط بالعيش الكريم. يعني اذا كانت في زي ما بيقولوا المرتبات يعني لا تتجاوز الان المرتبات اللي بنتكلم عنها الان وسبب الرفض وسبب النهي، هي مرتبات فقط يعني تكفي للعيش زي ما بيقولوا فقط شمت من جدك باختصار. هي حتى المرتبات هو الهيكل الجديد ذاته يعني قاعدين عايزين ننفذه وحصل فيه ما حصل وحد الكفاف. بالضبط كده. احنا طبعا يا دكتور معلا هندي فرصه للدكتور رازي من الجامعات الحكوميه عشان نشوف الراي من الجوانب الاخرى. تفضل يا دكتور رازي، عرف نفسك وتفضل. شكرا يا احمد، شكرا يا دكتور معلا، شكرا دكتور عبد الرحيم، ونحن بنقيف معاكم جدا في قضيتكم الواضحه والمشروعه. انا داير اقول في النقطه بتاعت يا احمد، انا الرازي محمد احمد اسماعيل
استاذ مساعد في جامعه ام درمان الاسلاميه قسم الاحصاء، ونائب عميد سابق، واستاذ في عدد من الجامعات السودانيه. يعني انا جامعه بحري دي ما بقدر ما اقولها، يعني لازم انا كنت زمان في جامعه بحري، بس في جامعة انا في جامعتين دي الاساسيات، وبعد ذاك في جامعات ثانيه. طيب بالنسبه لقانون العمل يا دكتور معلا، ما مطلوب منك انت تثبت لمكتب العمل انك انت اتفصلت بسبب مطالبه؟ لا، مطلوب من صاحب العمل يعني جامعه المغتربين، مطلوب منها تثبت انها هي ما فصلتك لانك انت طالبت. عرفت الفكره؟ يعني هي انت ما مطلوب منك اثبات انه انت طالبت وفصلوك، لا، بيطلبوا منها هي انها هي تثبت انها هي ما فصلتك في مطالبه، لانه لو فصلتك في مطالبه الكلام ده بينافي القانون. يبقى انت في الجزء ده، يعني انتوا الان في موقف قوه. الحاجه الثانيه، المشكله بتاعت حقوق الاساتذه دي مساله كومبليكيتد، يعني مساله معقده جدا ومركبه، وفيها يعني مشاكل كثيره. يعني هسه احنا شغالين في امس، عملنا اضراب ولين 19 ما صرفنا مرتباتنا. المشكله في انه الحكايه كلها مع بعض، هم عايزين يضعف الاستاذ الجامعي ده، ويكون ما عنده يعني يكون داير في فلك انه هو ما يقدر يطلع من المنطقه دي عشان يمشي للوزارات والاجزاء السياسيه الكبيره دي، والكلام ده من زمان يعني ما جديد. لكن في قانون العمل انا اكد لكم النقطه دي، يعني بيطلبوا من الجامعه الفصلتكم دي انها هي تثبت انها ما فصلتكم عشان مطالبه، لانه لو فصلتكم عشان مطالبه دي مشكله كبيره بالنسبه لها. هي ما انتم ما مطلوب منكم اثبات انكم انتم طالبتوا عشان كده فصلتكم، لا، بيطلبوا من الجامعه ذاتها انها تثبت ان انتم نازل ما فصلتوا عشان مطالبه. ورونا فصلتوا في شنو؟ لما يرجعوا لانهم هم فصلتكم في شنو ما حيلقوا. انتم في النهايه بتكونوا قايمين بواجباتكم، درستوا محاضراتكم، امتحاناتكم، سلمتوا كل واجباتكم، بتكونوا قمتوا بها، وبالتالي الجامعه ما بتقدر تثبت انه هي فصلتكم بشنو. وبالتالي قضيتكم قضية واضحة وما فيها لبس، بس ممكن طبعا التقاضي زي ما قلت انت بياخد زمن. مسألة الإذعان والحاجات دي، وانه العقد تنبع للعقد القديم والعقد الجديد، ده كلام يعني ما بيجي ولا مقبول ولا اي حاجة. فأنا حقيقة يعني شاكر جدا إنه في جامعة يعني ناسا ماسكين على حقوقهم وكده. نحن طبعا الجامعات الخاصة دي شوية كده بعيدين منها شوية، يعني نحن مركزين مع الجانب الحكومي زيها وكده، لكن ممكن الناس تعمل تنسيق مع الأجسام النقابية في الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة. في النهاية قضايانا واحدة ومطالبنا واحدة وحقوقنا واحدة، وما يمسكم هو يمس كل أساتذة الجامعات الحكومية، والموضوع واحد إن شاء الله. أنا أتمنى لكم التوفيق والسداد. حقيقة أنا كان عندي مشاكل في الكونكت، وبطلع لو لاحظت بطلع وبيجي كده، فأتمنى لكم التوفيق. لو في أي سؤال ممكن أنا أجاوب عنه. تفضل يا أحمد، عندك. إن شاء الله. والله يا دكتور الرازي، طبعا أول حاجة إحنا نقول القضية الآن بتاعت الأستاذ دي قضية مجتمع، لا ينهض المجتمع إذا لم يتم النهوض بالبحث العلمي والعملية التعليمية من الأساس، من الروضة، من الأساس، من الثانوي، من الجامعة. إذا الهيكل التعليمي ما طلع سليم، أو الأستاذ ذاته زي ما بقوله يعني فقد شيء لا يعطيه، يعني الأستاذ ما بيقدر يدي إذا ما كان عنده شيء. يعني أنت الآن هدف يعني الأستاذ يكون بقري، ما قادر يعني أولاده في البيت، عنده الغاز، عنده العيش، عارفين الأزمات الكثيرة جدا. فإحنا ما نتكلم في الأزمات الاقتصادية بشكل مباشر، لكن دي بقت في أمر واقع. إحنا ما هنقدر نعيش، إحنا قاعدين في الداخل يعني في المنظومة الاقتصادية. في النهاية المنظومة الاقتصادية دي يعني صعبة جدا، والجامعات الآن غيرت، يعني الجامعات الخاصة بشكل خاص زادت يعني رسوم الطالب بشكل كبير جدا، خرافي جدا. بعض الجامعات السنة الواحدة توصل 1000 يعني بمعادل مليار أو مليون يعني كسر في السنة بعض الجامعات. وأقل جامعة الآن الطالب الواحد بيقرأ فيها بمبلغ كبير جدا، فزي ما بقولوا
صعبه جدا النظريه يعني المقياس. وغير كده يعني احنا الان بقينا في مشكله كبيره جدا جدا، مشكله انه انت الان عشان تغير يعني انت يعني الاستاذ دائما مشكلته الكبيره انه بعاين للطلبه، يعني انا ما بقدر يعني بحاول قدر الامكان ما اضرب عشان الطلبه، لكن الوضع الان اصبح صعب جدا. حتى الحمد لله يعني قريت منشورات للطلبه طلاب كليه الطب وطلاب كليه هندسه يغيفون تماما مع الاساتذه، فقريت المنشورات للطلبه وعجبتني شديد يعني. فانا يعني بقول بشكر الطلبه انهم عارفين الوضع وحاسين بالوضع. يا احمد امنا دي انا ما ادري ازعل معلم الدكتور عبد الرحيم ومعلم، ندي فرصه للاسئله و ندي فرصه للاسئله. نشوف امنا دي عايز تقول هاي، تفضل يا امنا اعمل لنفسك امن. امنا احمد، امنا محمد، امنا وبعد عبد الرحيم تجاني. تفضل يا امنا. عليكم السلام ورحمه الله. تحية لمبادرة الباحثين السودانيين، تحية أستاذ أحمد ودكتور الرازي. الحقيقة أنا عندي يعني ملاحظات أبتديها من تعرف نفسك يا عمنا بس للناس اللي بتسمع إذا في سامعين صوتي كويس؟ أي سامعين كويس هاي بس لأنه أنا لاحظت الإنترنت بيقطع معلش. لا لا تفضل تفضل. فأنا لاحظت العنوان بيتكلم على الأستاذ الجامعي، لكن المضمون بتاع البث بيختلف. يعني الآن الناس بتتحدث عن مشكلة نقابية بين نقابة جامعة المغتربين والإدارة. معلش بس ممكن تعرفينا على نفسك يا آمنة بس عشان الناس معلش. آمنة محمد جامعة الجزيرة. تفضلت. الآن أنا الدرجة يا آمنة ألو أيوة الدرجة بتاعتك والوظيفة وكده يعني تفاصيل شوية زيادة. لا ما مش هي لا ما مشكلة ما تفضل بس احنا بس كنا نعرف الاسم يعني استاذ جيم. تفضل يا عم نعمل نفس كام ميوت. ايوه الو صوتك رجع عايز حقيقة. الآن المشكلة بتتكلم عن النقابة، النقابة بتجمع جواها العاملين بكل مستوياتهم، إذا كان أستاذ أو موظف أو حرس أمني أو عامل، فكل المستويات كل المؤسسة. أيوة طالما إنك أنت موظف في الجامعة بغض النظر عن إنك أنت شنو، فأنت النقابة بتجمعك هي الوعاء بتاعك. فالآن يبقى المشكلة هي ما مشكلة خاصة بالأستاذ، المشكلة هي مشكلة بتاع العمال لنقابة جامعة. المشكلة أنا لصيغة بها جدا 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 وتواصلت مع كذا طرف فيها. أولا بالتبادي، جامعة المغتربين كان عندها مشكلة مع وزارة التعليم العالي في العام 2018. وزارة التعليم العالي حلت مجلس أمناء جامعة المغتربين وكونت لجنة تسييرية. في الوقت ذاك وزيرة التعليم العالي سمية أبو كشوة ومدير الجامعة حسن أبو عائشة، فتكونت لجنة تسييرية. الإشكالية بدت هنا، مجلس الأمناء بيجمع الملاك وبيجمع في نفس الوقت موظفين الجامعة حسب مناصبهم، ابتداء من العمدة للشؤون العلمية لمدير لغيره لغيره. فهنا بدأ الخلاف لحد 2019 اتحلت اللجنة التسييرية. ففي الفترة بتاعت اللجنة التسييرية تم تعيين وكيل الجامعة من قبل اللجنة التسييرية، ما معين من قبل مجلس الأمناء. عمداء الكليات في الوقت ذاك الفترة بتاعتهم كانت انتهت، تم تعيينهم من أول وجديد.
ده كله عن طريق اللجنة التسييرية وليس مجلس الأمناء. دي الإشكالية الآن خلت إنه مجلس الأمناء العضوية بتاعته ناقصة، لأنه الآن الناس بتتكلم عن تمكين، فيا إما نحن ناخد يعني المعنى بكل تفاصيله يا إما ما بنجزئ القضية. إذا كان التمكين في السودان كله الناس بتحيل فيه، في يبقى في جامعة المغتربين برضو الناس برضو سعي إنها هي تحل التمكين الحاصل في جامعة المغتربين، لأنه اللجنة التسييرية هي قامت بقرار وزاري مجحف في حق الملاك، وأنا من الملاك بتعين الجامعة مساهمة في الشركة، فقامت اللجنة التسيير وزارة التعليم العالي بقرار مجحف جدا اللي هي حلت مجلس أمناء الجامعة وكونت اللجنة التسييرية، واللجنة التسييرية هي اللي عينت مناصب اللي هي مفترض الآن تكون ممثلة في مجلس الأمناء. تفضل الواصل سامعني. احترامنا. احترامنا سامعنا؟ أنا سامعة. تفضلي الواصل. أنا سامعينك، تفضلي. الآن مجلس الأمناء التكوين بتاعه ناقص ليه؟ لأنه زي ما السودان كله الآن بيحارب في التمكين اللي كان حاصل، جامعة المغتربين جزء من التمكين اللي كان حاصل في السودان كله. مجلس الأمناء الآن العضوية فيه عضوية من وزارة التعليم العالي ومن الملاك كويس، زائدا مدير الجامعة، لحين تعيين المناصب الأخرى في الجامعة من مجلس الأمناء، والكلام ده بالتوصية من مجلس الوزراء والتعليم العالي، فهو ده أيضا محاربة للتمكين، لأنه الآن ما ممكن أجيب في مجلس الأمناء وبتخذ قرارات مصيرية في الجامعة أجيب لي أعضاء يمثلوا لي الجامعة وإدارة الجامعة وهم معينين بواسطة لجنة بتاع التمكين بقرار فوقي من وزارة التعليم العالي، ودي مشكلة كانت موجودة في كل الصحف. لو رجعت للعام 2018 هتلقى إنه في أكثر من صحيفة فيها نضال رئيس الجمهورية وفيها شنو فيها شنو، المغتربين كانوا بيشتكوا من المشكلة دي إنه وزارة التعليم العالي أجحفت في حق جامعة المغتربين. دي ما يخص مجلس الأمناء إنه الآن العضوية بتاعته ناقصة ليه. طيب الحاجة الثانية، أنا بفتكر إنه المشكلة بتاعت عمال جامعة المغتربين، إذا كان جينا مسكنا الموضوع بتاع الرواتب، طيب المشكلة دي ما مشكلة من اليوم أو من امبارح، المشكلة دي من قبل كم سنة. فأنا الحاجة الحابة أعلق عليها، الآن رئيس نقابة جامعة المغتربين هو في يوم من الأيام كان وكيل جامعة المغتربين كويس، المشكلة اللي بيعانوا منها الموظفين الآن في الهيكل بتاعهم هي مترتبة على هيكل وضعه وكيل الجامعة قبل أن يكون رئيس النقابة، وكان فيه ظلم واضح وتباين. المبادئ واحدة، ما إلا أنا أكون رئيس نقابة عشان أجي أدافع عن الموظفين طالما هو حق، طيب أنا ليه لما كنت في منصب وكيل ما أديت الموظفين ده حقهم؟ ده سؤال. وكيل الجامعة ده، وكيل الجامعة اللي هو حاليا رئيس النقابة، رفع توصية في 2016 بأنه موظفين الجامعة ما يمنحوهم حافز العيد كامل مرتب كامل، يمنحوهم فقط نص مرتب. اوكي. التوصية دي اترفعت للجنة المالية والإدارية المتجزئة من مجلس الأمناء عشان ترفعها لوين؟ لمجلس الأمناء. هل ده لكن يا سؤال لنا احنا ولا ده سؤال للجهة الآن بتمثل النقابة. ايوه كويس، إنه وكيل الجامعة ده الآن هو بدافع عن حق الموظفين والعمال. الآن المترتب
والضرر الواقع على الموظفين والعمال ديل، عمل انت وزارة. كنت سبب فيه رئيسي، كنت سبب فيه رئيسي، لانك انت الهيكل الان تتعدل ده انت اللي وضحته، وحتى ما كان عنده اسس، يعني حتى لما يعني يسالوه انه الهيكل ده انت وضحته، فما كان بيكون عنده مبررات، وفيه تباين واضح، تباين من حيث هل تم الموافقة على الشهادات. الهيكل دي منكم؟ الهيكل اللي وضع ده، نعم الهيكل اللي وضعه الوكيل، تمام؟ انتوا نعم وافقتوا عليه في الوكيل ده؟ الهيكل ايوه، ما هو وضعه، انتوا وافقتوا عليه؟ الهيكل ما يتوافق عليه، الهيكل بقى امر واقع من دون موافقه مجلس الامناء. انا بقول لك انه جامعه المغتربين فيها مشاكل كثيره من سنين ورا، يعني مشاكلها ما الان، جامعه المغتربين فيها مشاكلها من سنين ورا، مشاكلها بين مجلس الامناء واداره الجامعه اللي هي الان النقابه اللي بتمثل العاملين ديل طرف في اداره الجامعه، لانه الان الموجودين ديل كلهم الان وقد في مناصب صاحبة قرار. طيب فهي مشكلة ما الآن، ما ظهرت الآن، هي دي مشكلة من قبل وبعيدة. يلا يا دكتورة، نخلي يرد عليك على أسئلتك دي، ولا عندك لسه أسئلة؟ لا لأن لا، الوقت في حاجة تاني بس ممكن الآن. تذكريها طوالي أيوة دكتور زكي. الآن المشكلة بين شركة المغتربين وبين نقابة عمال جامعة المغتربين الحصل كالآتي: نقابة جامعة المغتربين زارت شركة المغتربين في المغار بتاعها، واجتمعوا معاهم ومع العضو المنتدب، وعرضوا عليهم إنه رئيس عضو المنتدب ده النقابة ثابت ولا متغير يا دكتوره؟ بس معلش، عضو المنتدب ده بيقول عضو المنتدب، هو ثابت ولا متغير؟ شخص ثابت ولا العضو متغير؟ المنتدب ده بالمناسبة، العضو المنتدب ده شخصية ثابتة كويس، هو مدير شركة المغتربين والعضو المنتدب. عشان انتوا يجي بيقولوا عضو المنتدب، يعني هو شخصيه ثابته ولا يعني كل لا لا مره لا، في شخصية الشخصيه؟ ثابتة، شخصية تمام ثابتة منتخبة من مجلس إدارة الشركة. تمام اي بس عشان انا اعرف المعلومه دي، لان انا ما اعرف. اتفضل. ما هي هو شخصية ثابتة منتخب من مجلس إدارة شركة المغتربين. شركة المغتربين بتمتلك 60% من شركة الآفاق المالكة لجامعة المغتربين. تمام. طيب الحصل كالآتي: إنهم هم زاروا شركة المغتربين واجتمعوا مع العضو المنتدب وساوموا على إنه رئيس النقابة يجي مدير للجامعة، وفي حال إنه يجي مدير للجامعة هم النقابة حتكون تحت أمر الشركة بالواضح. تمام، النقابة أنكرت طبعا الكلام ده، لكن الشيء المؤسف إنه مقر الشركة مجهز بتسجيل للاجتماعات. ده طبعا الشيء المؤسف، انه الاجتماع كله مسجل صوتي، تسجيل صوتي. والان الشركه متحفظه على التسجيل ده كويس، وهيطلع اذا في تغاضي او في كده. وفي طيب دعوة تقريبا متغاضي يعني. ايوه، فهو اوريدي هيطلع. طيب اوكي فانا الحاجه اللي عايز اقولها انه العمل النقابي ده عمل اخلاقي، دعم تمام. الأخلاقي في الدرجة الأولى، لأنك أنت بتدافع عن حقوق فئة ممكن تكون يلا فئة بسيطة بغض النظر عن هو أستاذ، لكن في فئات تانية يلا بسيطة جدا. يا دكتورة، نعم اي فانا استغل الفرصه دي، هذا اللي يعني انت دام جيتين هنا ده، انا طبعا من الناس انا اعتبرون عضو، يعني زي انتم عندكم هناك العضو المنتدب المحايد، انا اعتبرونه محايد بيناتكم الاثنين. جدا فانا جاي كنت طوالي بزعل دكتور عبد الرحيم، فهذا اللي قلت هذه طوال مباشره، لانه شنو توفرت لي صراحه. السؤال الاول هو عندي ثلاث اسئله صراحه كان في راسي حبداها طبعا عشان ما نطلع بر النطاق. هل تم الفصل بعلمكم؟ سؤال يعني، هل تم نقاش ولا كان بس اغراض من المدير؟ الفصل طبعا اكيد حيكون في نقاش بين مجلس الامناء وبين اداره الجامعه، لانه الحكايه بالتدرج، اداره الشركه ما عندها الحق تتدخل مباشره في جامعه المغتربين الا عن طريق اداره شركه الافاق، واداره شركه الافاق عن طريق مجلس الامناء. تمام. فشركه المغتربين ما عندها كونتاكت دايركت مع جامعه المغتربين، لانه في الأول وفي الآخر جامعة المغتربين هي اسم عمل لشركة الآفاق. تمام يعني وفي نفس
السؤال بس سؤال بس عشان انا داير الاجابه بس داير يعني، هل ما انا داير اعرف هل الاقرار بتاع الفصل طلع يعني بالاسس بتاعت الفصل المعروفه ولا كان في اجراء لرد فعل؟ والله طبعا يعني دي انا ما بقدر افيدك فيها، لانه طبعا دي ده اجراء تنفيذي بحت في اداره الجامعه، يعني كيفيه الاجراء تمت كيف او حيثياتهم كانت شنو، او اذا كان هو قرار قيدي فعلا خاص بالنقابه، انا دي ما بقدر افيدك فيها. تمام، دي يعني كان عندكم علم بقى قبل ما يحصل ولا لا؟ نعم كان عندكم علم بقى قبل ما تحصل ولا بعد ما حصلت أو أثناء التنفيذ؟ كان عندكم علم بقى ولا لا؟ انا كمساهمه في الشركه الحاجات دي شفتها لما حصلت زيه زي اي زول تاني، تمام، أوكي، لانه عندك سؤال ثاني؟ زي ما قلت لك انه الشركه دي ما بتتعامل مباشره مع الجامعه. ما ايوه فهمتك، ايوه هاي بس انا قلت ده لا اعرف هل طيب استاذ، يعني بس دكتور عبد الرحيم بس زال سؤالين واديكم يعني طيب عشان انا بس انظم اللغة بس معلش. اول حاجه معلش يا استاذ احمد، شكرا جزيلا. يظهر انه الاخت الدكتوره من جامعه الجزيره دي ما عرفت نفسها كويس، هي قالت اسمها امنه من جامعه الجزيره، خلينا توري، ايوه قال لها درجتك العلميه وشغاله وين في جامعه الجزيره، فيها قسم حقه تعرف نفسها. ثانيا هي قالت في تسجيل للتسجيل، اتحدى انها تطلع التسجيل ده وتوري ان النقابه دي ساومت على انها هي توكل اليها اداره الجامعه. انا احكي من هنا بعد ما تجاوب الاسئله دي، انا ارد والله ارد طوالي يا استاذ احمد، ممكن لا بس عشان اوضح خليه الحاجات. يجاوب لي على اسئلتي. اول حاجه يتكلم انا يا دكتور خليه يجاوب على اتكلم اسئلتي تاني، طيب تفضل تفضل. هاي عشان انا بس هيجاوب على الاسئله وعشان نكون في طرح محايده، وبعدين اديك فرصه احنا للرد. دارين استاذ امنه من جامعه الجزيره دي تورينا هي وين فيها قسمها. بالضبط كده. دكتور امنه ممكن تعمل نفسك ام ميوت. دكتور امنه تفضلي. مطالب منك بالتعريف دكتور امنه معلش. والله طبعا دي ما حاجة يعني مهمة كتير يا دكتور عبد الرحيم، كيف ما مهم، ما أنا دائما بالنسبة لي الزول ما بيعرف مهم، نفسه اول حاجه بعدين إيه؟ ها أنا بالنسبة احنا دارين أنا نعرف، احنا دارين نعرف جبتي أقول لك إن أنا مساهمة، عشان نخاف من جبتي أقول لك ما إن من أنا خلف مساهمة الظلام. لا ما كتير. كلنا مساهمين، طيب المساهمه طيب دي ما دي ما دي دارين نعرف، بس احنا عامله دي من يا جامعه الجزيره. دكتورة معلش، أنا بفتكر إنت الآن، أنا بفتكر لا إنت الآن بديت تخرج لا معلش، عن ما هو الدراسة التعريف قال لك، الموضوعي. مدير البرنامج قال لك التعريف، انت متهربه مالك. يا دكتورة انه يعني ما يعني انا صراحة هو السؤال ما كان سؤال غريب عشان انا ما اتلافاه يعني، بس هو كان طلبت عشان هو عارفك، لكن احنا ما عارفينك، هو بيتكلم عن الناس اللي ما ما عارفه اعرفه، انا والله يعرف. ما اعرفه صراحه يا استاذ احمد، انا ما اعرف حقيقه الحكي ده. يا هو كان سؤال يا دكتور احمد، دكتور الراز سالك السؤال ده قبل دكتور عبد الرحيم، يعني السؤال ده اصلا ما كان دكتور. هو يا دكتور احمد، ايوه في نقطة خلونا أنا أوضحها لدكتور عامنا ولا دكتور عبد الرحيم. ايوه الموضوع اللي إحنا بنتكلم فيه ده موضوع خاص بجامعة المغتربين. يفترض زول زي دكتور آمنة دي، طالما إحنا بنتكلم عن جامعة المغتربين، هي تحدد إذا عندها 10 صفات، يفترض تقول أقرب صفة لجامعة المغتربين، بمعنى إنه هي يفترض أقرب صفة مساهمة في شركة المغتربين اللي تمام. بتمتلك 60% من الشركة المالية. يلا كريم اديني فرصة يا دكتور آمنة، اديني فرصة أنا أكمل الكلام. يفترض هي أول ما خشت ما تقول أنا آمنة من جامعة الجزيرة، يفترض أول حاجة تقول والله أنا مساهمة في، ما هو الواضح إن هي ما خشت على أساس إن هي أستاذة في جامعة الجزيرة أو موظفة أو كذا، هي خشت عشان الموضوع بتاع جامعة المغتربين، بالتالي طالما هي مساهمة في شركة المغتربين دي، يفترض أول ما خشت تقول يا جماعة السلام عليكم، أنا آمنة محمد مساهمة في شركة المغتربين وتتولى الموضوع. حتى لما سالتها او يا استاذ امنه، لما سالتك من الدرجه بتاعتك لحد الوقت ذاك، انت ما ذكرتي انه انت عندك علاقه بشركه المغتربين دي. نحن طلبنا التعريف، والله انا لا اعرفك ولا، وحتى مش قبل، حتى الان ما بعرفك ولا بعرف شركه المغتربين ولا بعرف يعني انت منو. لكن الـ 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 يعني في التعريف بالصفات، الزول بيعرف نفسه بالحاجه القريبه للموضوع اللي بيتكلموا بيه الناس. يعني هسه احنا لما نمشي اي حته، من الواحد في محل بتاع جامعات بيقول انا استاذ في جامعه، لما نمشي في محل تخصصه بيقول انا استاذ احصاء، لما نمشي في اهله بيقول انا عم فلان وجد فلان وكده.
مع انه ممكن تكون عندك كم صفه يعني، فانت كان الاولى والاوفق، ودي نصيحه يعني انا بس بقولها لك وبعدك واصلي، كان تقولي انا امنه مساهمه في شركه المغتربين وبعدك ترد على الاخوان يعني، والموضوع بسيط يعني ان شاء الله ما فيه يا دكتور اشكاليه. دكتور رازي، اول حاجه انت ذكرت كلام قلت وجهته لي في البدايه بس انا ما سمحته يعني، عشان كده انا ما رديت عليك. الحاجه الثانيه كلامك صح وعلى العين والراس، ويبقى معناته انا عرفت غلط، والان بعرف انه انا مساهمه بشركه المغتربين، دي الحاجه الاقرب لجامعه المغتربين. صح، يلا ده كان من الاول كان بيكون مريح يعني الكلام ده جدا. طيب واسمك منو؟ اسمك امنه منو؟ امنه منو؟ امنه محمد تقريبا. امنه محمد، ثبت النقطه دي يا استاذ احمد. تمام. انا طبعا يا جماعه انا بس عاوز ازال ازيله يعني، انا ما ادري اكون زي ما بيقولوا عنصر محايد، فانا ده لازم ترام ما تعمل نفسك ميوت عشان انا ازل، عشان ما كل مره خليك يعني لو ما جنب الجوطه خليك اميوت اذا لو ما جنبك اي. فانا ده اقول لك دكتور عمنا، وطبعا انا زي ذلك انه الناس اللي كان كتبتها في النوتس جنبي، فعاوز ذلك. لا، السؤال الثاني موضوع المرتبات، انا على حسب علمي انه تم اتفاق على المرتبات صح في شهر يناير يتم تفعيل الرواتب الجديده، هل الكلام ده صح يا دكتوره ولا صح؟ صحيح او استاذ امن، انا بس معلش الاسم دكتور او استاذ. صحيح. صحيح جدا. تمام. السؤال ليش لحد الان ما تم تنفيذه؟ طيب اوكي انا افيدك. المرتبات تم تعديل هيكل المرتبات، واخطر العاملين في الجامعه بوجود عقد جديد للمرتبات. لا بس لا مش قبل هو تم اجازه المرتب حتى تم العقد الجديد، لا انا قصدي مرتب الاجازه ده ليش نربطه بالعقد اللي هو جاء بعد الاتفاق؟ ده السؤال كده يعني. طيب إدارة الجامعة أعلنت للموظفين إنه المرتب الهيكل الجديد موجود الآن، أي زول عايز يصرف المرتب بتاعه بالهيكل الجديد لازم يوقع عقد. دي نمرة واحد. في ناس طلبت إنه العقد ده، في ناس بالمناسبة ما عندهم عقود. طيب اللي عنده عقود اللي عنده عقد ده يمضي عقد ده. وفي عقود وأصلاً المراجع العام عنده ملاحظة على العقودات إنه العقود في عقودات ما مجازة من مكتب العمل أصلاً. وشغالين ومشغلينهم، لكن العقود المجازة دي يتركهم مشغلينها على ما أعتقد. طيب أوكي أنا أوريك. مجلس الأمناء زي ما نحن ماشيين بالمبدأ بتاع التمكين، مجلس الأمناء لا هو وقع عقد مع موظف ولا عين عميد ولا عين مدير ولا عين أي حاجة. طيب ما أصل الناس هي ماسكة تمكين. الآن في قرارات كثيرة في السودان غيروا عشان القانون عشان يفكوا التمكين. لا يلا انا بس ترى امن عشان السؤال. طيب بس كان مباشر بس الان العقودات الجديده دي تمام. لاول حاجه انه العقودات القديمه في جزء منها ما مجاز من مكتب العمل. ايوه في ناس ما عندهم عقودات كويس. الهيكل اتعدل، فطلبوا منهم يا اخواننا الداير اصرف مرتبه بالعقد الجديد، يجي يوقع بالمرتب الجديد، يجي يوقع العقد. تمام. والما حبي يعمل عقد يصرف مرتبه بالهيكل القديمه. فالناس احترضت ليه؟ في جزء بالمناسبه ده اللي هو ما ذكروه ناس النقابه، في جزء من الموظفين وقعوا العقودات وصرفوا مرتباتهم عادي. بعد يطمئنوا شافوا العقودات مجازة من مكتب، اترفعت لمكتب العمل ومكتب العمل راجعها وفيها نقاط حذفها وعدل في العقودات كويس، وبقت متوافقة مع العامل 100%. وبالعكس كمان غننت وضع الموظف أحسن من العقد الأول، غننت الوضع بتاع الموظف أحسن من العقد الأول. أنا بس السؤال بتاعي ما كان كده، السؤال بتاعي بس معلش يا دكتور، معلش انا هو سؤال بس مباشر، هل
وجبت اعلنت مرتب جديد او الهيكل الراتب الجديد مع قلت لهم في عقودات جديده كان في شرط زي ده ولا بس اعلنت الهيكل وقت التنفيذ ظهرت العقودات الجديده؟ بس سؤالي بس في النقطه دي. ما فهمتك، ما فهمتك يا استاذ احمد. اي ما انا ما بدي اتكلم قانوني، انا اتكلم في الناحيه بتاعت انه قد انت جيت عملت الهيكل الراتب الجديد تمام، اعلنت له من بدري تقريبا تمام، هل مع الاعلان ده كان ذكرته انه حيكون في عقد جديد لازم تتوقع حتى تاخذ الراتب الجديد ولا لا اثناء صرف المرتب ظهر موضوع العقد الجديد بدون تفاصيل العقد؟ لانه انا بتكلم من ناحيه بتاعت انه يعني اخترتني توقيت. انه في مرتب جديد واثناء جد الاشيل حتى قلت له لا في عقد كمان جديد معه. ده سؤالي، هل كان في اختار ولا لا بالعقد الجديد ده؟ كان في اختار، والاختار ده كان من داخل جمعية عمومية للنغابة، جميع والنغابة ما اعترضت، والنغابة ما اعترضت على يوم العقد كم تقريبا؟ وإيش، ما أذكر اليوم، لكن الشهر النغابة كم؟ ما أذكر لك والله التاريخ، بجد ما أقدر أذكره، ما في مشكلة بس لكن يا النغابة أستاذ ما أحمد يلا اعترضت، النغابة ما اعترضت، النغابة ما اعترضت على العقد، وإيش ما اعترض الاعتراض العقد. النغابة جاء فيما بعد. طيب الحصل أستاذ كالآتي، أحمد الناس أيوه أستاذ بعد أحمد ممكن كده يحترد على طوالة الدكتور عبد الرحيم بس تتم الإعلان وطوالة قفل طيب المايك، هي ذات قفلة المايك ما أعرف ليش. نو طيب طيب أوكي أنا أرد ممكن بس أحتاج بس عشان الوقت يعني. اتفضل اتفضل أول عادي. حاجة معلش يا الأستاذة آمنة أو قالت هي ما وصفت طبعا الدرجة العلمية حقتها وهي من جامعة الجزيرة وفي نفس الوقت بتعد العقود أو في مجلس الأمنة بتاع جامعة المغتربين اللي قاعدة تدافع عنه ده حقه حوضح الحقائق دي ما تلف وتدور ساكت. اول حاجه برجع لمجلس الامم اللي قالته انه التمكين ان احنا معاها حق، انا بتفق معاها في النقطه الاولى انه مجلس الامم ده غير مكتمل، ومجلس الامم ذاته زمان كونوه زمن العهد البائد الخطا اللي ارتكبته الوزيره السابقه سميه ابو كشوي انها جابت لجنه تسييريه وكلفت العمده بانهم يكونوا جالسين في مناصب مكلف، يعني تلقى عميد كليه الهندسه 18 سنه قاعد مكلف، عميد كليه الطب جاء بعده كده مكلف وهكذا. طيب انا بتفق معاه في النقطه دي. نحن تكلمنا من حته انه نحن اول حاجه لعلمك النقابه لما اتكونت النقابه كان في الحراك الثوري هذا ما نتائج ولا اقدر ازايد عليها انه قالت كان وكيل الجامعه ده ماهر اسمه معانا في اخر بيان لجامعة المغتربين رفضت انها تطلع بيان ادانه النظام السابق. نحن كنا موقعين في البيان ده اللي هو ندعو لازاله نظام البشير انه يتنحى، وحتى دخلنا في مشاكل امنيه يعني ايام كان الناس بتتضارب وكان الناس في اجتماعاته. طيب الاستاذه عامله من جامعه الجزيره دي قالت انه مجلس الامناء ما مكتمل، صح دي حقيقه ما مكتمل. فنحن طالبنا بانه حسب قانون الجامعه يكتمل النصاب بانه المدير ده لما انجاه نحن تحفظنا عليه زي ما قال الاستاذ معلم، لكن بقى امر واقع وجد فرض علينا ومدينا له يد العون، لكن لقانا في ظرف انه نحن اصلا قدامنا اضراب مع عقده. يعني جانا هو قبل 5 يوم من يوم اخر شهري 11 وجاء قبل اسبوع من الاضراب وقت الاضراب يعني، فقلنا له يا اخي الاضراب ده قايم اذا ما قدامك اسبوع تحل المشكله دي. قال اديني فرصه ارجع على مجلس الامناء، مجلس الامناء المنقوص الغير مكتمل ده عشان يقدر طبعا ما جاء الاضراب قام اسبوع بعد ذاك هو عمل قفل الجامعه ثاني اسبوعين عشان الكورونا. دي بالنسبه لموضوع مجلس الامناء. نرجع لموضوع الهيكل الراتبي، هذه الاستاذه امنه اللي هي ما عارفه دكتوره قالت والله استاذه ما ذكرت الصفه لا الرتبه المرتبه الاكاديميه او الدرجه العلميه حقتها، وقالت هي من جامعه الجزيره وتتكلم عن جامعه المغتربين وهي شارك في الشركه. اوكي طيب كان المفروض تجي زي ما قال نصحها الدكتور رازي بانها هي توصف تقول اسم عديل تقول اسمه بالواضح وصفتها القانونيه في الشركه يعني. طيب على اي حال الهيكل الراتبي قالت هو جاب انا ما دار ادافع عن الوكيل السابق انه الوكيل جابه الاسي موجود من الجامعه ده قاعد الان وقاعد يعد عمل هو الهيكل الراتب الجديد، هو عمل هيكل. نحن لما جينا كنغابه عملنا هيكل راتبي استرشادا بالهيكل الحكومي واسترشادا بما تم في بعض الجامعات بحيث انه يجعل
الأستاذ الجامعي مساوي في الحقوق للأستاذ في الجامعات الحكومية، وفي نفس الوقت طالبنا برفع الأجور، رفعنا الأجر بتاع العامل في 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 الجامعة بحيث أنه يكون يساوي متطابق مع الحد الأدنى للأجور، هذا الحد الأدنى للأجور حسب قانون المجلس الأعلى للأجور، أعتقد وزارة العمل مشكلة مجلس ده، وطالبنا وفعلا الهيكل ده تمت إجازته من مجلس الجامعة في الإدارة السابقة بتاريخ 17/11/2020، تمت إجازته من النقابة ومن العاملين، مش إجازته، تمت الموافقة عليه عشان نكون أدق يعني، ومجلس العمدة ومجلس الأساتذة كل مجلس الجامعة كله كان موجود وأجاز هذا الهيكل. حقيقة نحن اتفقنا مع الإدارة السابقة، كنا في نقاش متواصل على سنة نحن نحافظ على العملية التعليمية، نحافظ على المسار التعليمي ما يتأجل. يوم 15/10 كان اجتماع الجمعية العمومية الذي فيه تم الاتفاق على الهيكل ده، الصوت يا دكتور الدوام 45 3 اللي هي اصلا كانت. ايوه انت سامعني؟ الو كده مظبوط؟ سامعني كده مظبوط. طيب الاداره السابقه اتفقنا معاه في تاريخ في اجتماع، عقدنا اجتماع للجمعيه العموميه بتاريخ 15/10/2020، والهيكل كان اجيز بواسطه نحن شكلنا لجنه من النقابه مع الوكيل الجامعه الحالي اللي هو موجود، اصلا كان وكيل سابق موجود من 2000 من 2017 تقريبا، هو كان وكيل واجاز اجدنا وصلنا اللجان وصلت لهيكل، والاداره السابقه كونت لجنه باسمها سمتها لجنه الهيكل الراتب الجديد، وكان ممثلين فيها جزء من اعضاء من النقابه، وتمت اجازه هيكل وتم عرضه في الجمعيه العموميه وتمت الموافقه عليه يوم 15/10/2020. وطلبت الاداره انه احنا قدامكم دايرين نحقق الهيكل ده، الاداره السابقه لانها كانت في صراع مع بعض الذين يسمون انفسهم بالملاك، وهي قالت هي معاهم او من شركه المغتربين بتملك 60% دي، هم الهيكل ده الهيكل قالوا دون مهلة 45 يوم، في 45 يوم إما تدخلت الدولة ألو تفضل ال 45 يوم قالت سوف تحل هذه المشكلة تغير الإدارة، وفعلا في خلال يوم 29/11 كانت تنتهي المهلة، ونحن فعلا بعد يوم 29/11 انتهت المهلة ودخلنا في إضراب، لأنه حسب اتفاقنا مع الإدارة السابقة تم في الفترة دي قبل غير المدير، قبل أسبوع من الإضراب جاءنا مدير جديد اللي هو المدير الحالي، وقعدنا معه وجلسنا معه وقلنا له يا أخي مسألة الهيكل دي نحن الراتب ده لازم يعدل، وقال أدوني فرصة أقعد مع مجلس الأمناء اللي هو جابني أنا أقدر أجيب هيكل، وفعلا قعدوا حقيقة الإضراب مشى وجات الكورونا وجاء بهيكل جديد، هم كونوا هيكل جديد، أول قرار أخذ المدير الجديد أول حاجة قال يا أخي إكمال مجلس الأمناء ده لازم نعمل اللائحة، لائحة اختيار الأساتذة أو التمثيل الأساتذة اللي هو ترشيح لاختيارهم في مجلس الأمناء، دي كانت خطوة جميلة جدا، لكن شنو هذه اللائحة لا كون لجان، عشان دائما اللوائح دائما بتختار عن طريق لجان متخصصة من الإدارات الجامعة نفسها، لا عمل لوائح لحاله رفعها لمجلس الأمناء طلع بيان بأنه هو أجاز من مجلس الأمناء هذا المجلس المنقوص، عمل لائحتين اللي هو لائحة اختيار العمدة وتمثيله في مجلس الأمناء ولائحة اختيار الأساتذة وتمثيله في مجلس الأمناء، وأجاز مجلس الأمناء قال وما أعلن حتى اللحظة لم يعلن ما لا 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 شاور النقابة فيهم ولا طرحهم للنقاش ولا المهم أجيزه أمر، جاتنا الهيكل الجديد استبشرنا به خير اللي هو عمله أصلا كلف الوكيل مع الإدارة المالية الموجودة عملوا هيكل قالوا ده أفضل من الهيكل الأول اللي أنتوا عملتوه، وهذا الهيكل بيساوي الأستاذ الجامعي بالأستاذ الحكومي في الجامعات الحكومية، ورفع الحد الأدنى للأجور من 1800 قال 10000، قلنا خير وبركة فليكن. طيب لكن هذا الهيكل حينفذ من ابتداء من السنة الجديدة، ما في هيكل بيتعامل لأنه السنة المالية بتبدأ بداية السنة،
من 2021 قلنا اوكي يبقى الثمانيه الاربع شهور اللي فاتت دي نحن اكلناها او مشت فينا لبات زي ما بيقولوا. طيب جينا في شهر واحد انت جات فريه العقود، هذه العقود وتكلمنا فيها وقتلناها نقاشا، يعني انا ما دارت اتكلم فيها. دار انا ارجع لنقطه اللي قالتها وكيل الجامعه عامل هيكل، والهيكل ده هو المعيوب. اول حاجه انا ما دار ادافع عن وكيل الجامعه اللي هو رئيس النقابه الان، وكيل الجامعه اللي هو رئيس النقابه الحالي هو اول اسم موقع في ادانه نظام البشير في 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 بيان البيان طلعته جامعه المغتربين، وحتى الاداره السابقه ادانته كان وكيل. هل تعلم انه شاله من الوكاله لانه ابى ينتمي للمؤتمر الوطني؟ رفض، جاءه كرار التهامي كان بيملي عليه الشروط ورفض يوقع لانه كان بيفتكر ان الجامعه ده حقه تمشي مصادر الجامعه وتاخير الجامعه الجامعيه اولا هو الانفراستراكشر او البنى التحتيه للجامعه، لكن لانه رفض كان بيملي عليه شروط انه دارين هذه الميزانيه وقع، قال لهم لا انا رفض. عشان كذا قام قالوا لي يا اخي انت ما تصلح مدير وكيل، واضغطوا على ابو عائشه حسن ابو عائشه وشالوا، قال له انا استغال الحقيقه، ضغطوا على الاستغاله واستغال ليه نائيا بكرامته من انه ما ينفذ اجندته. طيب ما اخذت هيكل معيوب ولا الهيكل كان واضح، وكان هو كان على علات اصلا كل التعليم الخاص اصلا فيه مشاكل، ونحن كان لاول مره في عهد ذلك الوكيل نحن كنا بتجينا الرسائل في الموبايل انه تم تعديل راتب كده او تم الحافز كذا، قد يكون عنده عيوب وانا ما اقدر ادافع عنها، لكن هذه الحقيقه انه هذا الوكيل استقال من منصبه لانه رفض تمرير اجنده القائمين بالامر عليه. الزمن ده كان الامين العام لجهاز شؤون المغتربين، هو رئيس مجلس الامناء باي لو كده باي ديفينيشن زمن البشير وكده يعني. و و و و و و و ويمكن الاخت امنه من جامعه الجزيره يمكن تعلم هذه الحقيقه. طيب نرجع لموضوع الموضوع الثالث اللي هو ان وضع شركه المغتربين والعلاقه المشكله بين شركه المغتربين والنقابه. حقه اصلا هي شركه المغتربين، نحن حقه نحن عقدنا مع جامعه المغتربين. شركه المغتربين اذا بتملك 70 ولا 80% من شركه الافاق نحن ما عندنا علاقه بها، ما في حاجه تربطنا بها. الان هذا الرجل الذي يدعو انه هو مندوب مجلس الامناء هو عايز يعمل مكتب في الجامعه، الجامعه هي اسمها جامعه المغتربين واسم عمل لشركه الافاق، ما عنده علاقه الافاق شركه انه هذا الرجل يجي داخل باسم شركه المغتربين في الجامعه. هو الان جاب المدير ده ولابسه خاتم وقاعد ينفذ اجندته، وهو هو اللي املى عليه انه يطلع خطابات الفصل لهؤلاء الاساتذه. مساله واضحه، نحن عارفين كيف نريد حقوقنا نحن. لا بعدين ثانيا برجع لنقطه اللي قالتها انها مشوا النقابه قعدوا مع مندوب شركه المغتربين عشان يرشح هذا الوكيل السابق ده انه يبقى مدير الجامعه. هذا كذب وهذا صراحه يعني كذب صريح وتدليس، هذه ليست الحقيقه وانا حقول الحقيقه ومستعد اقولها، واتحدى امن التي تعمل بجامعه الجزيره هذه ان تؤتي بالتسجيل التي قالته. هذا تهديد ونحن نرفض التهديد. ذهبت انا عبد الرحيم محمد الحسن، دكتور عبد الرحيم محمد الحسن مساهما في شركه المغتربين، فتحت الشركه اكتتاب ومشيت اشتري اسهم، فاذا بالسكرتاريه هناك موجوده شخصيه موجوده هناك كانت تعمل معنا بالجامعه من قبل وتحولت لشركة المغتربين، قال في مدير شركة المغتربين موجود يا اخي ممكن تتعرف عليه، مشيت عليه وتعرفت به وسلمت عليه. والزمن ده كنا نحن بنطالب في الهيكل تعديل الهيكل مع الاداره القديمه، فتناقشنا في امور الجامعه، قال لي يا اخي انا والله ممكن دار اقعد مع النقابه، قلنا اوكي خير وبركه. انا قال لي بس شرط ان يكون برا الجامعه، قلت له جدا، قال لي يا اخي ممكن في شركه تدي، قلت له جدا تناقشنا ما عندنا حاجه نخفيها، مش مصلحه الجامعه. جينا قعدنا وتكلمنا كلام واضح وكان النقاش داير، وذكرنا رئيس موجود السيد رئيس النقابه الان دكتور عبد الرحيم محمد حمد ساتي، وشخصي الضعيف دكتور عبد الرحيم محمد الحسن امين العام للنقابه، ودكتور سليم الزين رئيس قسم العماره وعضو المكتب التنفيذي للنقابه، ودكتوره زينب ابراهيم كليه الطب امين العضو المكتب التنفيذي للنقابه، ودكتوره خادم الله الكناري عضو المكتب التنفيذي للنقابه وامينه نائبه امين الشؤون العلميه في امانه الشؤون العلميه. حضرنا هذا الاجتماع وكان داير انه يا اخي هو الرجل قال ادانا الفرصه نتكلم، تكلمنا عن مشاكل الجامعه، تكلم السيد الدكتور عبد الرحيم محمد حمد ساتي رئيس النقابه عن انه هو يرغب في الترشح، القانون بيديه ترشح لانه نحن كنا بنفتكر انه الجامعه حقه ترشح اساتذه، وفعلا تم الترشيح
في مجلس الاساتذه لجامعه المغتربين في اجتماع تم ترشيح، لانه الزمن ده كان المفروض يطلع يرشحه، نفتكر انه الجامعه ترشح زي ما تكلمت في البدايه انه ترشح اساتذه من ذوي الكفاءه لتعيين الاداره، ونحن رشحنا مع عبد الرحيم محمد حمد سعد لانه نرى بانه هو رجل امين على مصلحه الجامعه، والترشيح كان اختيار مباشر. رشحنا ثلاثه، بروفيسور شنبول عدلان، ورشحنا دكتور عبد الرحيم محمد حمد سوري عبد الرحيم محمد حمد سعد نمره اثنين، وبروفيسور عبد الوهاب احمد عبد بروفيسور عبد الوهاب احمد الثالث. فقبل ما نطلع لدين هو ذكر يا اخي الموضوع ده، قال نحن اصلا موضوع المدير ده نحن اخترناه عثمان الحسن محمد نور، والان ان شاء الله في خلال اسبوع حيطلع قرار من مجلس الوزراء ونحن خلاص مشينا وامنا الموضوع ده من مجلس الوزراء، من امين الشؤون، من رئيس، من وزير شؤون شؤون رئاسه مجلس الوزراء، والموضوع اتحسم يعني. سبق السيف العزل يعني، انه انتم اختياركم او ترشيحكم خلاص يعني، فنامل منكم يوم يد العون. هذا ما حصل بالضبط، واتحداها ان تاتي بالتسجيل، اتحداها ان تاتي بالتسجيل يا دكتور عبد الرحيم، ما يبقى مسؤول محاكم تهديد بالضبط. طيب هذه النقاط اللي انا حددتها. نعم يعني انا بشوف انه موضوع التهديد والنقده يعني هو اكيد يعني في اجراءات قانونيه حتتبع يعني، حتاتي يعني الحق حقي. نعم نعم بالضبط. فانا عايز اسال سؤالين بس يعني احترامنا. السؤال الاول، انتوا كان عندكم علم انه في عقودات جديده مع اعلان الراتب الجديد ولا بعد وقت التسليم؟ طيب يا استاذ احمد، انا عايز اعلق على مجموعه تعليقات وحرد على سؤالك ذاته. النقطه الاولى بالنسبه لمساله انه رئيس النقابه الوكيل السابق للجامعه، انه في انه عمل هيكل مغلوط والكلام ده كله، طبعا هي محاوله لشخصنه القضيه اولا قبل اي حاجه. ثاني حاجه، قبل ما يتم النقاش في الهيكل الحسي حاليا الاجاز ده، في نهايه 2019 كان في نقاش في هيكل، وتمت هيكله من الوكيل الذي تلا السيد رئيس النقابه. فحتى اذا كانت في مشاكل، اذا فرضنا اذا كان في مشاكل في الهيكل الذي وضعها الوكيل السالم، فهي مفترض تكون مشت في الهيكل السابق لده. فقوانين انت تقول لي المشاكل الحاصله دي بسبب الكلام ده، فده كلام ما منطقي وما بخش العقل اصلا، تكون واقعيين تمام. فدي مساله بعيده اصلا عن الواقع باي حال من الاحوال تمام. هي محاوله في الاساس لشخصيات الامور، وانا شخصيا ارى انه ما في داعي اليها، احنا بنتكلم عن حقوق وكلام واضح تمام. حتى وان كان فبالتالي ده ما بدي عذر لانك تهضم الحقوق بتاعت الزول اللي قاعد قدامك الان باي حال من الاحوال. بالنسبه لمعرفه الناس بالعقد او لا تمام، هي في 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 الجمعيه العموميه تم اعلان فيها الاتفاق على العقد، على الهيكل الجديد. ذكر المدير الحالي ده وقف وقال يا اخي تم اجازه الهيكل كده بالشكل ده، الشكل اللي احنا اتفقنا عليه، وان شاء الله حيكون في عقودات جديده، وطلع في نهايه الجمعيه العموميه وطلع على كده. ما حصل نقاش في ماهيه العقود او حتى في المساله بتاع تفاصيل العقد اللي شكله حيكون عامل كيف او تفاصيله كانت شنو تمام. بطبيعه الحال باعتبار انه النقابه هي ممثله للعاملين، فبالتالي بطبيعه الحال هي جزء من اي من كل ما يخص العاملين. ما تم عرض العقد ده نهائيا في طوال شهر يناير. العقد ده اول ما ظهر بعد تاخير المرتبات، انه يا اخي في عقد والناس كان ما وقعته ما حتصرف مرتبات بالجديد تمام. الحته اللي انا دار انبه عليها يا استاذ احمد، حتى اذا فرضنا وجود العقد ومعرفه النقابه به من اليوم الاول ذاته، ما في اي سبب منطقي بخليك تربط صرف في مرتب باي استحقاق غير الاستحقاق القانوني بتاعه اللي هو اداء العمل. ما في حاجه بتسند الحاجه دي باي حال من الاحوال. بعدين النقطه الثانيه اللي هي ذكرتها دكتوره امنه او استاذه امنه ما ادري، المهم انه الزول اللي حيوقع حيصرف بالجديد، والزول اللي ما حيوقع حيصرف بالقديم. دي مغالطه ما منطقيه. كوني انك انت اجزت هيكل معين
بطبيعه الحال الهيكل السابق الغي وهو ما عنده وجود. ما في حاجه اسمها هيكل قديم وهيكل جديد، في هيكل ساري وهيكل ملغي. فيا اما انت قاعد بتلوي يدي عشان انا اوقع لك العقد، وانت اذا كنت شايف انه العقد زي ما قالت 100% لمصلحه العامل، فبالتالي ما في سبب يخليك تلوي يدي عشان انا اوقع. اما اذا كان غير ذلك فبالتالي انت حتضطر انك تشوف وسيله بتاعت ضغط، وهي المساواه اصلا على الرزق، هي المساومه على المرتب نفسه، مساومه على حق عشان انا اوقع على المرتب. هي مساله في الاساس ما منطقيه اصلا. بالضبط كده. السؤال الثاني المهم جدا، هل قالت في حياتي ما ذكرتها مثلا، قالت في ناس موقعوا العقد تمام. السؤال عشان يكون بقى يعني ادق تفصيلا، عدد العمال او الموظفين او الاساتذه في الجامعه الما موقعين والموقعين، هل عندكم نسبه لهم؟ كان انت كان استاذ امنه فاحصائيات عشان احنا نعرف. انا اقول لك، انا اقول لك استاذ احمد، ده كلام طبعا العقد ده طبعا ده مقصود بالتضليل. العقد ده هو علاقه بين المخدم والعامل، لكن في ناس طبعا وقعوا اصلا قد يكونوا هم مقتنعين بانه ممكن يعني يظلوا عبيد تحت الاسياد، يعني في ناس يظلوا مطبلين تحت يمسحوا الجوخ او يلحسوا الاحذيه. ففي ناس وقعوا، ونحن ما نحن حتى لو وقعوا ذي ذاتهم نحن بندافع عن حقوقهم، يعني لانه العقد ده اصلا باطل سواء كان وقع ولا ما توقع، لانه ما في عقد فوق عقد. فعلى اي حال نحن الوقع نحن ما عندنا يعني حصر، لكن عارفين الان الناس الجامعه فيها 450 موظف تقريبا، ال 35 او 40 منهم هم اللي وقعوا العقود، يعني اقل من واحد على 2 على 9 او 2 على 10. فبالتالي نحن واثقين وصامدين، وهي اصلا فيريا، هي عقود اصلا ما يعني ليه تربطها بالراتب زي ما ذكر الاستاذ معلى. يعني اذا اصلا هي عقود في صالح العامل يا اخي خلاها طيب تتوقع في اي وقت في شهر فبراير، يعني في غضون الشهر يعني، وبعدين اعمل اعلان من بدري وانت اصرف الرواتب اذا اصلا انت ما عندك في نفسك حاجه. يعني انت عايز ليه الناس ليه شهر طب الرواتب؟ ما انت خلاص خلي الراتب يمشي والناس توقع، اللي يوقع متى ما يوقع، يعني اعمل مثلا ديدلاين نقول يا اخي بنهايه شهر افترض الناس كلها توقع على ما ترد المرتب، يعني ما ترد المرتب. انت ما في نفسك شيء يعني زي ما انت بتدعي الان انه لا في صالح العامل، طيب ليش شهر طب الراتب؟ اوكي. انا طبعا مشكله يا دكتور عبد الرحيم، انا حدي فرصه للدكتور امنه، عايز اديك فرصه استاذ امنه بسؤال طبعا، يعني فرصه بسؤال. سامعني؟ ايوه انا سامعاك. اديك فرصه لك بسؤال، تفضلي. ايوه انا عندي سؤال عايز اوجهه للنقابه. تفضلي. هل هم اطلعوا على العقودات وما هي ملاحظاتهم على العقودات؟ طيب هل العقد فيه عندهم ملاحظه انها بتظلم العامل؟ هل عندهم ملاحظات موضوعيه تجاه العقد؟ والاسباب اللي خلت النقابه تنادي للموظفين بانه ما يوقعوا العقودات شنو؟ هل هي عندهم ملاحظات موضوعيه في العقد واللي هي مجرد معاكسات او يعني عرغله او تضارب بتاع مصالح؟ فانا عايزه اسال النقابه هل اطلعت على العقد وما هي ملاحظاتهم على العقد اللي بتمنع الموظفين انه ما يوقعوا العقد؟ سؤال مباشر، احنا نديهم فرصه يردوا، لكن عندي لك سؤال برضو اذا سمحت لي. سؤال نتفق يا دكتور عبد الرحيم ودكتوره امنه ومعلا وكل الحضور، احنا ثاني دايرين عشان الوقت طال، سؤال مباشر واجابه مباشره، نتفق على المعلومه دي تمام. فانا سؤالي مباشر تماما دكتورة امنة، هل يعني لو الزول ما وقع العقد ما هيصرف مرتب؟ لا هيصرف مرتب بالقديم يعني ولا بالجديد؟ طيب الهيكل الجديده مربوطه بالعقودات الجديده تمام، يعني هيصرف بالقديم تمام.
اذا انت ما وقعت العقد الجديد بالهيكل الجديد هتصرف مرتبك اللي هو بالقديم. ثاني حاجه انا عايزه اعلق في حته المرتبات دي، طيب تفضل. النقابه، النقابه نادت بزياده المرتبات، طيب بالرغم من الظروف اللي بيمر بها العالم كله مش السودان فقط، كويس، بالرغم من ظروف العالم كلها اللي هي في الجائحه بتاعت كورونا تسببت في ضرر مادي بليغ في العالم كله، بالاضافه للسودان عند وضعه الخاص، طيب التغيير بتاع النظام والمشاكل اللي حصلت وارتفاع العمله وغيره، طيب وبالاضافه لكده الحظر اللي كان موجود بتاع الكورونا والجامعات ما شغاله وما كان في مورد للجامعه بدخل مال، الطلاب اصلا ما كانوا بيدرسوا وما في تسجيل وما في رسوم وما في غيره وما في غيره، حاجات تفاصيل كثيره. بالرغم من الحاجات دي كلها مجلس الامناء، الامناء زاد المرتبات في زاد وضع، زاد المرتبات في وضع ما بيستحمل زيادة بتاعت مرتبات، بالعكس الشركات الكبيرة في العالم نقصت العمالة بتاعتها لأكثر من 50% لأنها بقت عاجزة إنها توفي المرتبات. الشركات الكبيرة دي شركات سودانية ولا غير سودانية؟ إذا كان سودانية أو غير سودانية دي حاجة معروفة في العالم كله. تمام. احنا انا طبعا صراحة أنا معلش هطلع لكم بس جزء بس بسيط، لأنه دكتور عبد الرحيم ده ما أعرف عبد الرحيم التاجي ولا حاجة بالشكل ده، التجاني، سوري عبد الرحيم التجاني، رافع يده رحيم من قبلك التجاني. صراحة. أيوه حدي بس فرصة لو سمحت لي أستاذ آمنة، سمحت لي سمحت لي عشان رافع يده من قبلك فأشوف استفساره. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. طبعا موضوع حساس بيطرق في الوتر المؤلم جدا بتاع التعليم والتعليم العالي، لكن الكلام اللي قالته قبل شويه لسه كانت بنقول فيه ده، ده بيوضح لك مدى الفاجعه لما يتحول التعليم لسلعه. يعني الاسي بس الكلام الاسي يعني الاخر عبارات كانت بتذكرها الاستاذه امنه، ده بيوريك فعلا اللي بيحصل شنو لما تحول معلش التعليم. تعرف نفسك للناس، انا بعتذر يا جماعه اي زول بس سوري معلش 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 بعتذر. انا اسمي عبد الرحيم تجاني، محاضر في جامعه بحري، حاليا بي اتش دي كانديديت في يونيفرسيتي جامعه سقط في هنغاريا. كده تمام؟ تمام تفضل. تمام. اللي هو الوضع ده وضع مخيف، يعني انت دائما نحن يعني الكلام اللي لسه قالته ده، ده بس ده انا دارس اثبت بيه حاجه، انه لما يتحول التعليم لسلعه بتجرب بيها ناس ما عندهم علاقه بالتعليم ولا هم هدفهم انهم تدليفر المواد العلميه او انهم يعني يدرسوا الناس او كده، بيحصل الحصل ده. بس انا اعتقد انه الاستاذ هي بتدافع من وجهه النظر دي، بتتكلم من وجهه نظر ما اقدر اقول راسماليه، لكن هي كذلك تتكلم من وجهه نظر راسماليه بحته، بتقارن الظروف اللي حصلت في كورونا وبتحاول تجي تسقيطها على الوضع الحاصل في جامعه المغتربين، وده هو في حد ذاته نوع من الكونتراست، يعني نوع من التناقض الواضح جدا في كلامه. عموما انا الشيء اللي بشوفه انه انزل او الزملاء في جامعه المغتربين من حقهم في ظل وضع الكورونا، في ظل اي وضع ثاني بغض النظر. في النهاية إذا هي جات بيتكلم بنفس الطريقة دي، أنا طبعا ما دافع عنهم وهم يعني عندهم لسان بيتكلموا به، لكن داير أذكرها بأنه هي إذا بتقارن بنفس وضع الكورونا، طيب الجامعات دي نفسها أو الشركات أو المؤسسات ذاتها بيكون عندها ريزيرف. إذا أنت جامعة، إذا أنت بتتكلمي عن جامعة اللي هي العملية التعليمية دي عملية مستمرة، يعني ما حتنتهي ولا حتتلاشى بيتوقف الكورونا، أنت ما فاتح لك مطعم ولا انت الليله فاتح لك شركه بتاعت اي منتج تاني تتاثر بظروف الكورونا وكده، انت على الجامعه وملاكه والشركات تتحمل الريسك ده. ما هو بلغه الانفستمنت انت اذا دخلت في استثمار بيكون في جانب بتاع ريسك يتحمل، وانت لم تقدر تقعد عشان ما تيجي تمتن على الناس انه انا في ظل الكورونا وفي ظل اوضاع سيئه وكده وكده، ده كلام طبعا مرفوض ما بيتماشى بالقيم بتاعت التعليم نفسها اذا كان الناس اللي هم انشوا الجامعه دي بيؤمنوا بالقيم دي. وواضح انه في كلامه ما في قطعا، يعني في بون شاسع جدا، ودي حاجه مؤسفه طبعا. وده بيرجعنا للخلل الهيكلي الكبير جدا الحاصل في السودان،
اللي متعلق بانه احنا محتاجين educational reform، بمعنى انه احنا نعيد الصياغه بتاعت التعليم ككل في بلدنا دي، عشان ما نجي ثاني نتكلم عن يعني عن حال الاساتذه وعن صراع مع الطبقات المدرب والرأسمالية، لكن الطبقات هي كذلك طبقات اللي هي بترى بس انه هي تحقق منفعه مع المستثمرين في التعليم. نعم المستثمرين في التعليم هي بس تحقق منفعه، هو في النهايه زول قاعد يدرس لك. انت الليله يا دكتورنا كنت بتدرس في الجامعه دي سنين عدده، الطالب بيدفع كم؟ اذا انت عملت عمليه حسابيه واحده مفترض الجامعه دي تشيلك كده، ده تعمل لك تمثال ولكل الاساتذه، لانهم هم في سابق الزمن قبل الكورونا ادروا على ربح خيالي جدا. فاذا هي اخلاقيا مفترض الجامعه او مفترض اداره الجامعه او ملاك الشركه اخلاقيا طبعا، ونحن الاخلاق ما نقدر نوزعها على كل الناس، لكن بيتكلم بصوره عامه اخلاقيا مفترض يردوا الجميل للناس دي في ظل الظرف والمحنه دي، بدل ما يجوا يعني يبقى الموضوع موضوع امتنان او كده. فطبعا ده كلام مرفوض، لكن في النهايه ده بيطرق وتر انه الناس محتاجين يعملوا education reform، محتاجين ينظروا لكل البوليسيز يغيروها، علاقه الجامعات الخاصه مع السلطه المسؤوله من اداره التعليم وكده. وده الغرابه هي لسه الوزاره بتصدق في 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 الكليات يعني الجديده وبتفتح فيها رغم الوضع الشائك ده. فانا بقول لكم يعني انتم جو اهيد يعني، وما في زي ما بقولوا حق بيضيع طالما الناس بالطالب. واحده من مشاكل الاستاذ الجامعي انه ظله يمشي تحت الحيطه ومسكين وبتمثل قيم عليا، الزمن ده ما مكانه للاسف. انا بقوله ده ما مكان انه زول انا اقول اضحي وعشان الطالب، ما عشان الطالب، ما في النهايه انت انا اذا ما عندي الشيء اللي بيخليني اقف على رجلي يعني ما حفيد الطالب. يبقى الموضوع بيجي بنتائج عكسيه، وده اللي قاعد يحصل. بنلقى انه في كثير من الجامعات مخرجات ضعيفه جدا، دليل انه الاستاذ هو تعبان في حد ذاته. اتمنى اني ما اكون اطلت. شكرا جزيلا. تفضل. شكرا لك يا دكتورنا دكتور عبد الرحيم. يعني بجد اذا ترى استاذه امنه دكتور عبد الرحيم، احنا عندنا في دكتور يعني عندنا استفسارين من اشخاص اخرين، ندي فرصه للاستفسارات لاحمد. معليش طبعا الاسامي ما عندي الظهر كلها بس غيرته، عمل اميوت احمد. سيد احمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل. تحيه للاخوه الحضور جميعا، اخ دكتور عبد الرحيم والاستاذ معلا والاستاذ احمد داود. انا احمد ابراهيم، جامعه السودان للعلوم والتكنولوجيا. يا هلا يا هلا بروف علينا بروف. مرحب مرحب. الحقيقة أنا يعني متابع من قبل وشاهديني الحديث، وطبعا أنا جار للجامعة دي ومتابع للتفاصيل معظمها يعني، ولكن الاستدعاني أتكلم يعني أسف شديد لأستاذة جامعية يعني هي ادعت أن أستاذة جامعية أنا أرضى بها أن تكون أستاذة جامعية، يكون موقفها أنه الأستاذ الجامعي أو العامل في جامعة إذا ما عدلت المرتبات ورفض يوقع عقد يدوا مرتب قديم يعني. هذا سلوك يعني هي بدعوة إنها هي مالكة أو مساهمة أصبحت رأسمالية زي ما قال الأخ يعني قبل قليل، وتناست كل قيم ووصول وأسس الأستاذية. هذه الجامعة يا إخواننا أزمتها كبيرة جدا، وأنا كنت أتمنى أن النقابة دي لما تكونت أول حاجة ما تبقي على واحد من الذين عاصروا النظام القديم البايت. الوكيل اللي قاعد الآن هو بيمثل النظام البايت، كل العمد اللي قاعدين معظم الغالبية العظمى منهم اليوم عشرات السنين قاعدين في الجامعة. عشان كده دي متاريس كبيرة جدا للنقابة أنا بفتكر، والنقابة أبلت بلان حسنا وما زالت. وإذا كان يجي يوم من الأيام مدير لسه ما تم له شهر زي الناس ولا عارف الحال، وأصلا ما كان عنده أي علاقة بالجامعة ولا عارف التفاصيل ولا عنده إلمام دقيق بمكونات الجامعة وهيكلها والناس الموجودين فيها وعلاقتهم وقدراتهم وإمكانياتهم، هو بيشل له كلية كاملة، كلية كاملة رؤساء أقسام ونائب عميدة في الشارع. هل هذا مدير أم جزار؟ شنو يعني؟
ده استهتار بليغ يعني بقيم التعليم العالي، ودي واحدة من الوكسات الكبيرة جدا جدا للوزارة نفسها. الوزارة تنظر للتعليم الأهلي باعتباره يعني شيئا بزخيا هي ما فاضية له. يا أخي التعليم ده بيخرج لك زول أنت بتمضي في شهادته بتعتمديها، يعني ما لازم تضمن إنه التعليم ده كله يكون تحت سطوة قوانين وأضابير التعليم العالي يعني، وينضبط بكل ما ينضبط به الجامعات الحكومية. هذا مس كبير جدا احنا وقعنا فيه بسبب يعني ضياع الوزارة، بسبب ضياع قيم التعليم. وزي ما ذكر الأخ تيان يعني مسألة الاستثمار في التعليم الأهلي ده، إذا كان العقلية اللي بتديره هي العقلية المستثمرة، خلاص احنا نقنع من انه هذا يعني تعليم ولن يفضي الى شيء. انا ان شاء الله احيي الجهود الكبيره اللي قاموا بها اخواننا عبد الرحيم، ان شاء الله يعني كل ما قدمتوه من جهد مقدر ولن يضيع حق وراء مطلب. ان شاء الله ربنا بينصر العبد طالما هو في طريقه. بارك الله فيكم. شكرا يا دكتور. قبل طبعا ما ادي الدكتور دكتور نادر قبل اديك فرصه، انا عاوز اعقب بس على موضوع الوزاره. طبعا يا جماعه احنا انا قبل كده شخصيا كاحمد احمد داود مشيت قعدت مع الوزيره بتاع التعليم العالي ودكتور عبد الرحيم ومعانا يعني مشينا قعدنا مع الوزيره في موضوع قوانين التعليم الاهلي والاجنبي، اداره التعليم الاهلي والاجنبي والخاص، طبعا كلمه الخاص. فاتكلمنا معاه في ورشة كانت عدة، وللأسف اللي عدوا الورشة دي اللي عدوا المحتوى هم كلهم ما شغالين في جامعات خاصة، شغالين في جامعات حكومية للأسف. يعني زي ما بقول لك ما حكى جلد غير ظفرك، ما بده جايب منه مننا. دي المأساة الأولى. المأساة الثانية وعدتني الوزيرة بشخص ضعيف باسمي أنا شخصيا، وعدتني أنه أنا أكون جزء في الورشة دي نعد اللي ما، والورشة اشتغلت والناس اشتغلوا وعملوا وتفاصيل كثيرة، لكن ما تم اختارنا بأي حاجة. دي حاجة تانية. الحاجة الثالثة احنا يعني الوزارة انا هقولها بكل وضاح زي ما قال الدكتور احمد رفع عدة تماما من التعليم الخاص، او تركت الملاك يفعلون ما يريدون، دي حقيقة. تمام. وحتى إدارة أضعف من أضعف الإدارات الآن في الوزارة هي إدارة التعليم الأهلي والأجنبي، من أضعف الوزارات، سوري أضعف الإدارات. فعندنا مشاكل كثير جدا. احنا القانون بأنه معظم ملاك الجامعات الخاصة يعني مشاكل كثير جديد. احنا نطالب في اللجنه بتاعت تضع القوانين بتاعت التعليم الاهلي والاجنبي يكونوا اساتذه التعليم الخاص، لانه انا ده اضع القانون لنفسي لازم اكون مشارك فيها، يعني لازم يكونوا كلهم اصحاب المصلحه قاعدين في اطار تكوين القانون. يعني ما ممكن يكون جزء معين هم اللي وضعوا القانون، يعني يكون الفيو بتاعهم او الايماجينيشن التخيل بتاعهم اللي وضع القانون كامل هيكون يعني ممكن يكون يؤدي لضعف للحلقه، في حلقه جزء من الحلقه موجود. فان شاء الله غايته زي ما يقولوا الباديه الان تاعت جامعه المغتربين الحاصل ده يكون يعني يؤدي اكله، والوزاره تعرف انه الاساس الجامعات الخاصه عندهم مؤهلات علميه واكاديميه يعني يعني مثل نظائرهم في الجامعات الحكوميه، بس ما اتاحت لهم الفرصه من النظام السابق او من الظروف انه كان خارج السودان او ظروف كثيره جدا. فندي فرصه دكتور نادر وندي فرصة للأستاذ آمنة بعدها تتعاقب. أستاذ دكتور نادر تفضل. السلام عليكم ورحمة الله، انتهيت يا داب ودخلت عليكم فاتني كتير. الله يبارك فيك، شكرا لكم. دكتور نادر موسى خليل، بروف مشارك واستشاري أول مختبرات طبية جامعة الدرمان الإسلامية. حقيقة طبعا أنا حضرت الجزء الأخير. القضية يا جماعة موضوع التعليم وموضوع الهيكلية هي مفروض تكون إدارة بتاعت وزارة عمل، يعني وزارة العمل لما تضع أي وظيفة أو بريسكريبشن لوظيفة معينة مفروض يكون معروف الراتب المجزي، سواء كانت إدارات أهلية أو نظام حكومي. والمعاناة دي معانينا نحن وأنتم، يعني سواء كان نحن في القطاع الحكومي أو سواء كان في القطاع الخاص. القطاع الخاص ما عنده محدودية، بحسب تجربتي وتعاوني في جامعات مختلفة كل جامعة عندها نظام وسيستم مختلف. فبالتالي إذا كانت الجهود بتاعت جامعة المغتربين لو بقت يد واحدة ما بتصفق، فالشغل ده لو ما يكون شغل جماعي ومتكامل وندعو لمؤسسية من هنا على أساس أنه كل الجامعات الأهلية تتوحد زي ما قال الباشمهندس أحمد في لقاء مع الوزيرة، التوصيات اللي بترفع ما يكون كتابه يوضع في الرف،
what we do after that. الخطوة اللي بعدها اللي استبل بعد شنو؟ عشان يبقى policy وسياسات تتعامل بها وregulation بحيث إنه كل سنة مش الوزيرة شالوها أو تغيرت نبقى زي النظام السابق في النظام البايت. يتغير فلان كل السياسات تتغير. يبقى نحن من هنا ننطلق لدعوة مؤسسية تتوازن فيها الحقوق لتتناسب مع سواء كان الإدارة الأهلية للجامعات الخاصة وكيفية علاقة المالك مع الأساتذة، البروتوكول المفترض يتبع، الحقوق اللي اداله وشنو التأمين، لأنه كل جامعة بامتيازات بتلقاها مختلفة، النهضة، الرازي، الوطنية، بحسب تجربتي كل ناس، في ناس بدون تأمين، في ناس كذا، في ناس عندهم ترحيل. فيبقى نحن ندعو لأنه تكون شغل شامل متكامل عشان نصل رؤية أو فيجن واضح يعمل به كل الدولة بدون فرق لزيد أم عمرو. وشكرا جزيلا. جزاك الف خير يا دكتور نادر. يعني احنا طبعا بالمناسبه دكتور نادر في الحقيقه احنا ما يعني احنا طلبنا بالاشياء دي واتخذنا قرار يعني برف انتصار يعني في المكتب وعدتنا بها، لكن الكلام ده انا بقول لك من السنه اللي فاتت، يعني الكلام ده ما قريب، يعني الوعودات وهي وعودات يعني لحد الان، يعني لسه ما تم تنفيذ شيء في ارض الواقع. فاحنا يعني ندي فرصه للاستاذ عامنا لانه في أنا بدي أعمل أميوت، تفضلي أستاذة آمنة. السلام عليكم. أول حاجة أنا حابة أرد على الدكتور يتكلم قبل ده بس ما مستحضر الاسم. عبد الرحيم التجاني. أيوة. أول حاجة دي ما حكاية بتاعت رأسمال ولا حكاية إنه الكورونا هي يعني بالتفكير بتاع الرأسمال، لأنه الآن دكتور الرازي اتكلم قال هم في جامعة حكومية الآن مضربين لهم أكثر من 10 يوم ما أخذوا مرتبات، صح ولا ما صح؟ فيبقى ده وضع عام، ده ما عنده علاقة برأس مال أو غيره، فده وضع عام. ألو سامعني؟ سامعنك أي بس قاعد نستمع يا دكتورة. سامعنك عملت لنفسك أمي. سامعنك أيها تفضلي. طيب الحاجة الثانية أنا عايزة أقولها الآن، النقاش اللي أنا علقت عليه من البداية إنه يا إما هي يعني إحنا نتناقش عن حاجة عامة خاصة بالجامعات كلها الخاصة، وفي الحتة دي النقاش هيختلف، لكن الآن الناس بيتناقش في مشكلة خاصة بجامعة المغتربين. عشان كده كان من الأقدر إنه النقابة تجي الآن الناس الجايين متناقشين ديل يجوا بمستندات. أول حاجة يجيبوا لنا المرتبات قبل 10 أعوام، كويس؟ أول مرتبات اللي عملت لجامعة المغتربين كانوا يجيبوا لنا يشوفوا المرتبات دي هم كانوا بياخدوا كم، وهل هي كانت مرتبات ضعيفة ولا كانت أحسن مرتبات في الجامعات الخاصة، كويس؟ ويجيبوا لنا المرتبات الآن ويجيبوا لنا أمثلة من الجامعات الخاصة، لأنه للمعلومية جامعة المغتربين كانت أكثر جامعة بتدي أعلى مرتبات، والناس كلها عارفة رئيس النقابة ده أول مرتب له سنة 2010 8 مليون، زول في درجة وظيفته في الجامعات الثانية كان ما بحصل مرتبه 3 مليون، المرتب بتاعه ما بحصل 3 مليون. جامعة المغتربين أكثر جامعة بتدي أعلى مرتبات كانت، الآن مع التعديل الجديد جامعة المغتربين مرتباتها تكاد توازي مرتبات جامعة الخرطوم بعد تعديلات تحت المرتبات. فكانت فكان الأقدر إنه ناس النقابة يجي يورونا الآن أمثلة قبل 10 أعوام المرتبات كانت كم، وبإسوة الله في الجامعات الخاصة الباقية مرتباتهم كانوا بياخدوا كم، عشان نعرف مشكلة جامعة المغتربين الآن جايين ماسكينها من نظرة معينة ومن زاوية معينة وملكين الناس يعني معلومات كويس، وفي حاجات ثانية مشاكل كثيرة لورا الناس ما عارفينها. فإما الآن احنا نتكلم عن مشكلة الجامعات الخاصة عموما، وإذا بقى النقاش هو أصلا خاص بجامعات المغتربين، فدي هنا لازم الناس يكون في يعني تفاصيل لازم الناس تعرفها، وكان مفترض يجيبوا زول من دارة الجامعة برضو يجيبوه على أساس إنه برضو يوضح مشكلة الرؤية. يا دكتور آمنة من جانب واحد اللي هو جانب النقابة يا أستاذ آمنة.
لازم تبقى امينه مع نفسها وتجيب لنا المرتبات، امثله للمرتبات، عشان احنا نعرف هل جامعه المغتربين بتدي الاستاذ حقه ولا ما بتديه. يا استاذه امنه، اذا الان اتاحت لكم فرصه للمناظره انتم كاداره او مع النغابه، هل بتجوا على انا عن نفسي انا بجي. تمام، ما في مشكله. احنا ممكن اذا حاب الاداره، احنا طبعا بالمناسبه احنا مبادره، احنا كمبادره ما بنقدر نقول يا فلان تعال، فهمتيني؟ فما بنقدر نتخطى حدود، احنا مبادره، اي زول بيجي يقول يطرح قضيه نفتح له البواب، فهمتيني؟ فانا الان لو انتم عندكم الان حابين يكون في مناظره عشان المجتمع السوداني يعرف القضيه بتفاصيلها الشائكه، لانه جماعه المغتربين فيها تفاصيل شائكه جدا، وانا بتكلم انه تفاصيل كثيره، يلا غير كذا النقابه كان من باب الامانه انه توضحها ما في مشكله، لكن ما تجي احنا ممكن يا استاذ امن، احنا ممكن نتيح جلسه يعني يكون اي زول يجي ببراهينه، ما في مشكله بالمستندات بالضبط، يعني احنا عشان ما نتكلم الان بالتفاصيل بدون يعني الان يعني انت او هم، ما في زول فيكم الان عنده مستند يدينا اليوم. صح، احنا ما جهه حكوميه، احنا ما جهه متخذه قرار اول حاجه، وما جهه بتصدر احكام، احنا فقط انت جهه بتعكس أيوة. بالضبط كده، عشان الناس ما تقول انه انا بدي احكم على السيء، ولا انا بس جهه بيهمني البحث العلمي في السودان ينتشر بطريقه صحيحه، تمام؟ يعني عشان انا جهه، يعني عشان تعرفوا بس انا جهتي الان البحث العلمي في السودان لازم يمشي بطريقه الاستريس، يعني الطريقه الممتازه. طيب، يا لانه انا الان استاذ احمد، انا لاحظت معظم المتداخلين هم عندهم فكره عن المشكله، عندهم فكره عن المشكله، لكن انت برضه عندك فكره عن المشكله، انت برضه متداخل عندي فكره عن المشكله. يا استاذ رانيا، انت من فرنسا قاعد تتكلمي ما من جامعه الجزيره. اول حاجه نحن النقابه اللي انت بتتكلم عنها هذه الان ما تمت سنه، نحن من ما تكوننا من 25/2/2020 و20 الان تمينا 2021، عشان تتحملينا شغل قديم زمان كنتوا في النقابه السابقه، كنت زمان النظام البائد، نحن عارفينك تماما، لا في امن من جامعه الجزيره ولا يحزنون. طيب يا رانيا، انت اول حاجه سالت قبيل عن العقود، انا حارجع لك عن العقود، انتوا ليه رابطين العقود بالرواتب؟ انت قاعده تتكلمي عنهم ديل مجلس الامنه ديل، ليه رابطين العقود عن من الرواتب؟ ما اصرف الرواتب يا اخي، اصرف الرواتب المعدل اللي قلتوا بالهيكل الجديد، ليه رابطينها اذا كان ما في نيه في شيء في نفس يعقوب للناس اللي انت قاعده تتكلم عنهم ديل، اللي انت بتمثلون الان في المدافعه ديل، نحن نتحدى نجي في مناظره ما عندنا مانع، جيبي لنا الشخص اللي وكل اللي دخل يجي يواجهنا ونحن نتكلم. تتكلم النقابه ما عندها على النقابه، تكونت نقابه شرعيه، نقابه تكونت بانتخاب حر مباشر، نقابه جات على اعقاب النظام البائد على الناس اللي كانوا بيطبلوا لناس عمر البشير، ونحن شلناكم برا، وانتم عارفين انت قاعده في فرنسا لك سنتين ما عارف الحاصل شنو. ارجوك يعني ما تتكلم ساكت، انا عارف من قبل ساكت. فيا اخي المزاله واضحه جدا، اذا هم جاهزين نحن عندنا طرقنا اللي حنجيب بها حقوق العاملين ديل، وما ولن سوف لنا وجودا في انه نحن نعيد الامور الى نصابها، مش لو جاتنا شركه الافاق، نحن ما عندنا علاقه بشركه الافاق ولا عندنا علاقه بشركه المغتربين، نحن ناس جامعه المغتربين حريصين على كل الحرص على الجامعه، على العمليه التعليميه، على الارتقاء بالمستوى التعليمي، حريصين على انه كل عامل يعيش حياه كريمه بدون اذلال ودون بطش ودون كبت. شكرا. يديك العافيه دكتور عبد الرحيم. يلا احنا طبعا يعني صراحه احنا الان تكلمنا عن الجزء، لكن احنا نتكلم عن كل، احنا القضيه بتاعت التعليم في السودان الان هي قضيه يعني يعني استراتيجيه للدوله كامله. فصراحه المفروض نتكلم عنها ككل، لكن الان احنا يعني نتكلم عن الجزء، الجزء يعكس الكل والكل يعكس الجزء. تمام؟ فانا طبعا زعلان جدا جدا لدرجه انه انا لا اقدر اوصفها، احنا الان بنتناقش في موضوع مرتب، مع انه اكثر يعني جهات مفروض تكون فيها دفع، يعني الاستاذ ده بالمناسبه يعني بدي يعني المفروض تدي مرتب 3 مرتبات. اول حاجه عنده خدمه مجتمعيه، المفروض يكون عنده كباحث تديك استاذ عمليه تعليميه، فاصلا كون الاستاذ يتكلم يوصل مرحله يتكلم في المرتب، فاحنا بنكون مشينا مرحله خطيره جدا يعني شايف. فانا ما اعرف، لكن اذا استرعمنا نديك اسك يعني انميوت، فاحنا نقول يا جماعه اف انه احنا لو انتم حاب، يعني انا شايف دكتور عبد الرحيم ودكتور رامي انتم متفقين الان تطرحوا في مناظره بجد، عشان احنا الناس اللي قاعدين برا الجامعه
تمام، انا قاعد برا الجامعه، صح دكتور امنه دكتور عبد الرحيم قاعد برا الجامعه، في حاجه كثير بيكون خلف الكواليس انا ما عارفها. تمام، اذا انتم الان طارحين اللي انتم موافقين على المناظره اطرحوا المناظره، والناس يعني الزي يكون عرف كل الدوكيمنت ويقدر بعد على الاقل كمجتمع تمام بحثي الاكاديميين يقدروا يحكموا برؤيه واضحه. فالناس اللي قاعدين الان كلهم في اللايف عندهم معلومات بيكون ناقصه، او معلومات زي انتم يعني معلومات بيكون من طرف واحد. الان الطرفين انتم موافقين على المناظره، اذا كان انت فقط او يعني من طرفهم ناسك ممكن انا ما اقدر احدد يوم، لكن نتمنى يكون في يعني حاجه كده بالدوكيمنت، ويكون في اليه كده محدده وتكون يعني فيري شورت عشان الناس تقدر تعرف بكل وضوح المشكله وين. والهدف الاساسي يا استاذ امنه دكتور عبد الرحيم دكتور معلا وكل الاخوان اللي شاركوا الدكاتره بمغامراتهم الساميه، هدف الاساسي احنا نحل المشكله. من يعني احد ما داري يعني المشكله بتاعتنا انه الان عندنا استاذ يشتكي وعمال وموظفين يشتكون، عشان نعرف المشكله من وين. احتمال المشكله مشكله دوله ولا مشكله وزاره ولا مشكله جامعه او سوري مشكله مؤسسات تعليميه ولا مشكله جامعات اهليه وخاصه واهليه واجنبيه ولا مشكله جامعه محدده. دي يعني احنا لو جينا من الكل للجزء فدي بتكون مشاكل، يعني لازم احنا نناقش الموضوع ده. الان انا شايفكم متفقين الاثنين الطرفين متوافقين انكم تطرحوا قضيتكم دي بشكل كمناظره، وهي زول زي ما يقولوا يجيب الادله بتاعته تمام، ونتمنى يكون مناظره علميه، يعني مناظره فيها بروف كده فيها دوكيومنتيشن يتكلم عن نفسه، فما تكون مناظره بتاعت مهاتره. ف عشان احنا يعني الموضوع شايفه فيري كلير وماشي سموث، ان الناس زي ما يقولوا اي زول ياتي بالادله بتاعته ياتي بالبراهين. ودكتوره رانيا جابك دكتور عبد الرحيم قال انه نسبه الناس متوقعين عقود نسبه بسيطه جدا تمام، وانت قلت في ناس موقعين عقود، هل تعلم عدد الناس موقعين عقود ولا لا عددهم؟ ان عدد الاصطاف عموما في الجامعه تقريبا 450، اذا عندك علم عن موقعين عقود كم؟ ده سؤال انا طبعا كتبت انا قاعد اكتب في ورقه هنا، فضمن الازل انا متاكد انه الان ما عندك نسبه عدد معين، لكن هل تعلم ولا لا؟ بس سؤال زامنا. اي تفضلي. الو الو سامعيني تفضلي استاذ زامنا تفضلي. شكل الانترنت خذلنا، فشكل الانترنت فما في مشكله. فعموما اللقاء كان شيق تمام، وزي ما بقول الحمد لله يعني جاء واحد من الاداره انه زيانه ذاته زي ما بقولوا، عشان احنا طرحنا الان مناظره بيناتكم عشان انتوا الاثنين الطرفين الان في الخلاف قضيتكم تكون عادله وشفافه للمجتمع ككل، المجتمع البحثي والاكاديمي. وطبعا اكيد احنا كمجتمع بحث علمي ما الجهه اللي بتغرر وتنصف زول، وما حنوعد زول احنا نقدر نجيب حق يعني نتخذ قرار، لكن الان احنا دايرين الشفافيه. يعني الان في حريه سلام وعداله الشعار الثوره اللي قامت فيه، وزي ما بقولوا سفكت دماء يعني نفر من ابناء السودان. فمن ابسط الحقوق ان نكون في شفافيه كامله في كل العمليات المؤسسيه مهما كان القطاع، وزاد القطاع التعليمي لانه بيهتم بالطلبه اللي هم زي يا استاذ امنا في معلومه احنا قاعدين نقولها دائما، الاستثمار في معلم هو الاستثمار في جيل. فيا ريت لو تنظروا انكم انتم الان المعلم هو معلم لجيل، فالاستثمار في المعلم هو ما استثمار راس مالي، هو استثمار في جيل. فتفضل استاذ امنا لو النت عندك بيجي كويس. الو ايوه سامعينك تفضلي. اي انا حقيقه ما سمحت لانه الانترنت هو كان سؤال بسيط، هل عندك معلومه عدد الناس الموقعين عقود ولا لا؟ والله ما عندي معلومه بالضبط هم عددهم كم، لكن النقابه مفترض يكون عندها المعلومه يعني. والله هو ذكر دكتور عبد الرحيم العدد مبدئيا ذكر انه
عدد الستاف في الجامعه كم، لكن انا بفكر يعني بقترح انه يكون النقاش الدوكيومنتير يعني الدوكيومنتيشن ده كله يجي في المناظره، لانه اي زول يجي يعني يمشي يراجع تفاصيل ويجيب الورق بتاعه ويعمل احصائيه بتاعته، انه الان ما بزل فيه جاهز. ده اللي انا طلبته قبل، لانه ما ممكن يعني انا الان ممكن اتكلم واقينا استاذه انا بس اعكس معلومات ممكن ما تكون صحيحه، اعكسها على حسب انه انا داير اوصل قضيتي لي بفهم معين، ممكن معلوماتي ما تكون صحيحه، وفي النهايه نحن ناس ما معصومين من الخطا. اكيد هم الان موافقين على المبدا بتاع المناظره، وانت موافقه لانك انت اقترحت الاقتراح ده، فانا شايف الان انتوا الاثنين طرفين موافقين. اذا سمحت لي انسق بيناتكم ولا تنسق براكم؟ والله جدا ما عندي مشكلة في التراهم. فما في مشكلة. بس عندي استفسارات أخرى من أي زول هنا قاعد في اللايف، في استفسار ولا في زول عنده أي حاجة يقوله؟ لو في زول عنده حاجة ممكن يرفع يده عشان أقدر أدي فرصة من الناس اللي معانا في الزوم. ما في زول رافع يده؟ أوكي. في دكتور أحمد، تفضل يا بروف أحمد. والله يا دكتور احمد داود انا مستغرب في انه يعني صح مناظره بين طرفين بيناتهم قضيه، يعني النقابه طرف واداره الجامعه وخلينا نقول مجلس امناء الجامعه فليكن طرف، فمن تمثل الان؟ الجامعه. ما بتمثل الجامعة لأنه الملاك علاقتهم بالجامعة عبر الشركة، ما علاقة مباشرة. يعني الجامعة دي بتكلم عن تفاصيل وقوانين ولوائح وجدول دراستها وامتحاناتها، ما من الملاك بالضبط. ده كلام غريب يعني. لكن يا دكتور الواقع احنا الملاك هم المتحكمين في الجامعة، ده الواقع. او عندهم واقع مرير، واقع يجيب تغيير، يعني واقع مرير. تفضل يا استاذ. كيف يعني ملاك يتحكموا في الجامعه؟ التعليم ما 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 ممكن يمشي بالطريقه دي. لو تذكر انا في بدايه الكلام قلت لك انه علاقه الشركه الملاك بالجامعه عن طريق مجلس امناء، الكلام ده انا قبل امنت عليه وذكرت لك. نعم ذكرت الكلام ده، لكن الان علاقه الشركه، وعشان كده طلبت منك، انا طلبت منك قلت لك جيب الطرف الاخر اللي هم اداره الجامعه. اداره الجامعه مع نقابه الجامعه، اداره الجامعه عندها المعلومات الصحيحه المستندات ممكن تمدك بها، النقابه ثلاث جهات تجي، ممكن ثلاث جهات تجي، الشركه. لا هي امنه دي منو يا؟ طيب دقيقه يا استاذ احمد، لحد الان ما نعرف امنه دي شنو هي. مره تقول انا مجلس شركه المغتربين، مرة تقول أنا مجلس الأمنة، مرة تقول الجامعة، خلينا تبقى واضحة المسألة يعني. أنا لا ذكرت أنا الجامعة، لا أنا قلت الجامعة، لا أنا قلت مجلس أمنة، أنا قلت زولا مزاحمة في شركة المغتربين من ملاك الجامعة. قلت لا جماعة، قلت نحن الكلام مسجل، قلت نحن الهيكلة وتكلمت عن الهيكلة ونحن جبناها معلولة وقلنا كذا وكذا، أنت ما تكلمت يعني. كلام زول عالين بباطن الامور. انا شخصيا لو سمحتوا لي، لو سمحتوا لي يعني، بس عشان النقطه الخلافيه دي احنا ما نوصل لنقطه مسدوده. اذا سمحتوا لي يعني دكتور عبد الرحيم، دكتور احمد، استاذ امن، لو سمحتوا لي اقول لكم احترام، معلش انت بتعمل اميوت لنفسك دكتور ولا شنو؟ معلش شكلك بتعمل لنفسك اميوت. المهم اذا سمحتوا لي ثلاثه او كل الجهات سمحتوا لي، انا بس بقترح انه الان احنا الحمد لله وصلنا لنقطه كويسه جدا، يعني لازم يحصل، يعني انا طبعا دكتور احمد كلامه كويس جدا، لازم يحصل مناظره زي ما ذكر الاستاذ امن والدكتور عبد الرحيم وكل الاطراف ذكروا، لازم يحصل يعني شفافيه. انا ما حقول مناظره، داري شفافيه. وللاسف يعني لو ما حصل يعني مطالب ب مش المرتفات، انا شايف والله قضيه جامعه المغتربين مو مرتفات، هي قضيه اكبر من موضوع مرتب. دي رؤيتي الشخصية الآن على حسب الوضع الراهن شايفه، هي ما قضية مرتب. أستاذ أحمد قضية. أنا بقول لك يا أستاذ أحمد إنه الناس بدأت نقاش في حاجة بتخص جامعة المغتربين وفيها تفاصيل تانية، فما ينفع إنه نقاشها بالطريقة دي. فالآن أنت يا أستاذ أحمد صاحب مبادرة، صاحب مبادرة، أنت باسم المبادرة تحتك
ما بقدر اخاطب. تتواصل مع اداره يا استاذ احمد، ما أحمد بقدر أحمد. يا اداره استاذ احمد، جامعه يا المحترفين استاذ احمد اديني فرصه لو سمحت. تتواصل مع اداره اقدر اقول جامعه حاجه. المحترفين وتطلع انا وتقنع. هي طبعا فاهمه غلط، الاستاذه امنه دي من جامعه الجزيره فاهمه غلط. هي المساله ما دي اسمه المبادره، هي المنصه اسمها مبادره، مبادره الباحثين السودانيين. انا ما اقدر اخاطب جهه المحترفين. هذه عنوان الندوه اليوم، اسمها جامعه المغتربين او الاستاذ الجامعي بجامعه المغتربين بين مطرقه الملاك وسندان البيئه الجامعيه. ما في مبادره لحل المشكله يا استاذ عام. هذه الموضوع ما عنده علاقه، احنا تكلمنا عن المشكله، احنا ما قلنا حل المشكله. عندك مبادره؟ ما عنده مبادره، هو ما عنده مبادره. انا ما بقدر اخاطب الجهات هذه يا استاذ عام. استاذ عام تفاصيل ثانيه كثيره، استاذ عام ما عارفين. انت توضحت الحاجه الطريحه تنتهي استاذ احمد. انا حاطط انت ليه تمام خلاص. طيب انا عندي سؤال، انا عندي سؤال ليك. انا عندي سؤال، مدام اصلا جامعه المغتربين دي، مدام اصلا جامعه المغتربين مليانه مشاكل، انت ليه وين كان دورك؟ دورك ما ظهر الا بعد اتفصلتوا من الجامعه يا استاذ. وين كان الدور الا بعد القضيه مستكم؟ ما هو كان زمان في مشاكل في الجامعه دي، ليه طيب؟ وين كان دوركم؟ يا استاذ امنه انتم وانتم من 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 الناس اللي عندهم افضل الامتيازات، ما كنتوا حاسين بالناس الا بعد اتفصلتوا عشان جيتوا حسيتوا بالناس وطلعتوا. طيب ليه وين دوركم كان؟ ما في عمال بسيطين، في عمال بسيطين كانوا في الجامعه دي، وين كان دوركم؟ لكن الان لانه الظلم مساكم في شخصكم يا استاذ امنه. يعني في ظلم، يعني في ظلم كويس مساكم في ظلم عشان كده طلعتوا للناس وبديتوا تطلعوا. وللأسف الشديد يا ريت لو انها هي حقائق. انا الان الناس بتكلموا عن هي تجاره استاذ احمد، معلش بتكلموا عن هي تجاره عشان الموضوع طالع. الان انت جيب المرتبات عشان الناس تفهم انها هي فعلا تجاره واستثمار ولا لا، وعشان الناس يعرفوا انه جامعه المغتربين بتدي الاستاذ. الناس بيقولوا حسي الآن استثمار. هل تعلم يا أستاذ أحمد إنه المساهمين المؤسسين الجامعة دي من 2007 ما في ولا شخص استلم منها جنيه ربح؟ الناس الآن بيقول لك ده رأسمالية وده استثمار وبيستثمروا في التعليم. كيف استثمروا في التعليم؟ المساهمين دي ما في لحد الآن زول استلم ولا جنيه ربح. ما في. انتوا من احسن الناس بيصرفوا مرتبات، جيب لنا عديل. لكن الان لانه انت طلعت ليه؟ طلعت قضيتك على الملأ ليه؟ لانه الظلم مساكة، صح ولا ما صح؟ لانك اتفصلت عشان كده طلعت المال. وين كنتوا؟ وين كان رئيس النقابه لما ماسك وكيل جامعه المغتربين؟ لما رفع توصيه لمجلس الامن الان هو بيعترض عليه، وده رفع توصيه انه ما يدوا العاملين حافز عيد مرتب كامل. وين ما هي ما هو ده استاذ كلام بالمصدر الخارجي عشان هو اللي قرر الصغار. طيب من زمان انت الكلام ده في يدك يا استاذ احمد، دي جربت كلام ما صحيح. كلام ما هو حقوق مغرب يعني هذا كلام ما صحيح يا استاذ امنه. المبادئ ما بتتجزا، المبادئ واحده انت تتكلم عن كلام ما عنده معنى، هذا كلام غلط ما صحيح. يا جماعه بس معلش، انا عملتكم ميوت كلكم، انا عملتكم ميوت كلكم، معلش انا عملتكم ميوت لسبب واحد، لانه في اكثر من نفر بيتكلم في نفس اللحظه، معلش للحفاظ على الجلسه. واحنا الان في جلسه الباحثين السودانيين، الهدف بتاعنا يا جماعه نقاش بشكل علمي، ما كشكل يعني زي ما بيقولوا احنا ما برنامج الراي والراي المعاكس او الجهه المعاكس، لا احنا استاذنا احنا ما الجهه اللي بتطلب من اداره الجامعه انها تجي تجينا وتقول لنا اسم شنو تعالي نعمل مناظره. انا ما جهه بقدر اطلب كده، تمام؟ وده انتوا لو الاثنين موافقين اعملوا مناظره مع بعض، او الاداره مع الجامعه اعملوا مناظره بعضكم بشفافيه. قلت لكم انا ما بالجهه بقدر اطلب من الاساتذه او من النقابه ومنكم، انا بقدر اطلب، انا مبادره، فهمتني؟ فانا بس بتمنى لو انتوا حابين تقول احنا ممكن نساعدكم في اداره الجلسه، نساعدكم حاجه كثيره، لكن ما بقدر اطلب، تمام؟ استاذ امنه لو سمعني استاذ احمد. استاذ احمد انا بس حيضطر لانه بطاريتي 10% يعني ممكن اقطع في اي لحظه، ما في مشكله. انا ما عندي مانع ان احنا انا يا استاذ احمد اي فبس دي الحاجه اتفق فيها. لا بس أحمد. بس استاذ احمد انت الان قلت انك انت ما تقدر
فاطلب من الجامعة. لكن أيوة. أنا حقوم بالدور ده وحأطلب من إدارة الجامعة، أنا ما حاجي أعمل المناظرة أنا، لأنه زي ما قال جبال في 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 أستاذ الداخل وقال إنه الشركة أو المساهمين ديل ما عندهم كونتاكت مباشر مع الجامعة، ودي فعلا حقيقة، كونتاكتهم عن طريق مجلس الأمنة. فأنا دي حقوم بالدور وحأطلب من إدارة الجامعة وتجيب المستندات وتعمل مناظرة ويجيبوا لنا المرتبات، مين بدأت الجامعة، يجيبوا لنا مرتبات وبالاسم، وتحديدا أعضاء النقابة يجيبوا لنا استحقاقاتهم ومرتباتهم بالاسم، ويجي يورونا، يجي يورونا التاريخ بتاع التعيين والامتيازات اللي كانوا بياخدوها برضه، ورونا الجديد. وحأطلب الآن الناس الآن بتكلموا بقول لك ده الناس بيستثمروا في الأستاذ، لأن جامعة المختبرين عندها مشاكل، لكن صدقني صدقني مشاكلها ما في إنها ما بتدي الأستاذ حقه. من أكثر الجامعات اللي بتدي الأستاذ حقها جامعة المختربين، بقول لك إنه الآن المساهمين الدافعين وقوموا الجامعة دي لحد الآن عندهم قضية، وهم الآن بيطالبوا بحقهم من 2017 ما أخذوا ربح جنيه. ليه؟ لأنه البيجي داخل، الربح البيجي داخل بتصرف على المرتبات العالية. يا أستاذ أحمد، يا أستاذ أحمد، أيوة أستاذ أحمد، ايوه نحن نحن الكلام ده، نحن على استعداد، نحن على استعداد الكلام ده. هي الان بتلبس الحق بالباطل، هذا الكلام نحن على استعداد نفرده، وانا شخصيا مستعد اجيب البي رول شيت حقي مما بعد. انت في الجامعه لحد يوم الليله انا راتبي 11400، حدات اجيب غير كذا، راتبي 11400 جنيه، 11400 جنيه. من يوم اتعينت من الجامعه؟ اتعينت سنه كم؟ لا لا لا، الجامعه راتب كان 5000 ولا 3000، كان سنه كم؟ اليوم يصير كان يا 12 يا دكتور. دكتور عبد الرحيم ماشي يا راني، عشان ما تغلطي في النقل. يعني ما تقولي كلام غير مسنون. في حته انت من جبال، انت في حته من جبال بتتكلم فيها، وانا صراحه ما اقدر اعلق عليها. في حته من جبال لانه انا بعتبرك غير موضوعي، لانه ما حخش معك في غلط كويس. لكن انا بطلب منك انكم تجيبوا المستندات بتاعتكم، وانا حاقوم بالدور انه اطلب من اداره الجامعه حتى لو رفضت. انا ما عندنا اي مانع كويس، حقوم بالدور انها تجي وتقعد في مناظره وبالمستندات كويس، وحتى التجاوزات. بس كلموني في رواتب العاملين، ان المساكين دي ما يمسكوا يربطوها برواتب. يا 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 استاذ، انتوا استخدمتوا العاملين البسطاء درع لكم للوصول انتوا بتبتغوه من مناصب وغيره. انتوا ساومتوا، هذا خطا، ساومتوا العاملين البسيطين. طيب ساومتوا انتوا في النهايه. معلش معلش، انتوا الان اتفقتوا على حاجه محدده، فما ابدا الان نعمل اي مهاترات هنا، فارجو الالتزام. انا عملتكم ميوت الاثنين، معلش انا عملتكم ميوت، فالان انتوا التزمتوا برؤيه بسيطه. الان اذا فيكم يجيب الدوكيمنت بتاعته، وانت استاذ امنه خاط بالاداره، فاعملوا نعمل مناظره، عشان احنا ما نعمل خشوم مهاترات. الان اي واحد فيكم ما عنده دوكيومنتد الان على الكلام بيقوله، مهما كان صح او خطا، تمام؟ فترى عبد الرحيم التزم، وانت استاذ امن كنت حتخاط بالاداره، ويعني ان شاء الله يعني نلقى منهم قبول، فما في مشكله. حتى اذا عن طريق ممكن منصه بتاعت الجامعه، يعني عشان ما نمشي لمهاترات او لا نمشي لاي حاجه. فبعتذر، يعني احنا الموضوع بتاعنا الليله ما كان بالجانب ده صراحه، مشينا جانب ثاني، ففي ميلان حصل في المناقشات، تمام؟ فالميلان حصل ميلان كمان، يعني صراحه ممكن نقول في زاويه حرج، يعني كان في ميلان شديد، تمام؟ احنا موضوعنا كالاتي، احنا بنتناقش في مواضيع كثيره، لكن انا ممكن كرايك احمد اتفقنا على انه لازم يحصل نقاش هادف، ومهما كانت الجهه رعاته، كان مهما كانت الجهه رعاته، يعني ممكن ترعاه يعني اي منصه ترعاه، فما في مشكله. المهم الهدف الاساسي يكون في شفافيه، ويقدر يجيب زي ما بيقولوا كله ياتي بدلوه ويوري للناس الحاصل، تمام؟ فدي اتفقنا عليها، فما بدعي احنا نرجع للنقطه دي ثاني، وما بدعي يعني يحصل اي جذب ومهاترات، تمام؟ اتفقنا. الحاجه اللي احنا بدنا نقولها، فالحاجه اللي اقولها احنا عشان نقدر نوصل لها نتفق عليها، تمام؟ احنا الان جماعه في زي ما بيقولوا في عرق الزجاجه في السودان عموما، وبالشكل خاص في وزارة التعليم العالي، وبشكل خاص في إدارة التعليم الأهلي والأجنبي والخاص، وبشكل عام في كل المؤسسات التعليمية. إحنا في عنق الزجاجة،
الآن إحنا نتناقش في مواضيع لو لاحظنا مواضيع ممكن تكون كل الدول تجاوزتها، لأن الاستثمار في المعلم هو استثمار في جيل، تمام؟ فأنا قريته شخصيا، ده رأي وجهة نظري الشخصية، أرى أنه إحنا ما بدأ يعني نتكلم في حاجة وبعدين تطلع هي ضدنا، فالناس تأتي بمستنداتها وتتكلم بمستنداتها، دي رؤيتي الشخصية، عشان أنه أي كلمة حتقولوها أنتوا الآن هي هتكون محاسبة بها، مش لأنا محاسبكم بها، لكن قصدي المجتمع اللي بيسمع هيكون هياخدها عليكم، دي رؤيتي الشخصية. فبيتمنى الناس الآن ما تعمل أي مهاترة، تأتي بالدوكيومنتد، كلامه يكون موثق وفي آلية، ويكون ما في مهاجمة، فقط في إيضاح للموضوع بشكل شفاف. ده المقترح بتاعي أنا، المقترح الشخصي. بتمنى أن الناس إذا حابة تتناقش في أي قضية لازم يكون في شفافية كاملة، والناس ما تهاجم بعض، توضح فقط، يعني ما حتقول أنت وأنت، حتى تكون تذكر كل المواضيع بشفافية. وأكيد الزول بيسمع الآن قاعدين معنا كلهم أساتذة جامعيين، فغير أنه بيستمعوا لنا الآن في الفيسبوك كله أساتذة جامعيين وطلبة وكل المختلفة فئات الشعب السوداني، شعب مثقف جدا، وإحنا بالذات الشعب السوداني معروف عننا بالنباهة والذكاء والفطنة، فأكيد أنت تضع كل النقاط في الحروف أكيد الناس هتسمع يعني تفهم الرؤية، وما حد يعني كجهة منقول إحنا فقط، مش أنا كبحث السوداني، لا، كمعرفة الآن بالثورة والشفافية والحرية والسلام والعدالة، دي من أكثر الآن في الحرية هي الشفافية، ونحن بنحاول قدر الإمكان نتيح الشفافية لكل المواضيع. كده اتفقنا على النقاط الأساسية. دكتورة آمنة، إذا أنت موافقة في حاجة اسمها رياكشن، اعملي على متل اللايك. دكتور عبد الرحيم برضو اللايك، ودكتور أستاذ معلا وكل الحضور. أنا شايف الناس قدر الإمكان، أيوة، بس يعني عشان نلتزم بس بحدود المهاترات ما دارنا، تمام؟ أي فإحنا كده متفقين؟ أوكي. النقطة الأخيرة دي أذكرها عشان ننهي اللايف عليها، تمام؟ إحنا يا جميع الأساتذة بغاماتهم السامية، هدفنا الأساسي السودان بتاعنا، إحنا في السودان دايرين نعيش فيه، يعني الآن دايرين يعني نطلع من أوقات الزجاجة ونعيش في حرية والسلام وعدالة. فالبحث العلمي هو العمود الفقري لمشاكلنا الآن، إن شئنا أو أبينا، كل المشاكل الاقتصادية سياسية كل المشاكل دي هي الآن محتاج لبحث علمي تماما. فإحنا نتمنى إحنا البحث العلمي ما يعني تخش فيه السياسات بكل أنواع، يكون يعني إذا بيجيب المستندات بتاعته والدلائل بتاعته العلمية لتوضيح أي نقطة خلافية، تمام؟ فأنا شاكر لكم، سعيد جدا. فوالله يا جماعة النقاش طال والنقاش ممتع جدا، أنا حكفي بس اللايف في الفيسبوك، تمام؟ وبعدين ممكن الناس تحدد جلسة أخرى، تمام؟ بتفاصيل أخرى، والزول يجهز بمسنداته. وإحنا ما حنتكلم عن جامعة المغتربين فقط، الآن جامعة المغتربين موضوع حساس جدا يا أستاذ آمنة، تم فصل أساتذة زمايلنا، تمام؟ أنا والله صراحة ما بعرف منهم شخص غير دكتور عبد الرحيم، ما بعرف صراحة، ما بعرف أي شخص منهم، لكن كونه يفصل أستاذ مربي أجيل، مربي جيل مهما كان، تمام؟ الوضع الراهن، أنا ضد العنف، الأسلوب بتاع الفصل، أنا تماما ضد الأسلوب الفصل مهما كان السبب، تمام؟ فكون تفصل أستاذ مربي جيل، كون اختلف معك في الرأي، كونه دي إحنا نقاط كأساتذة مع بعض كزمايل في المهنة نرفض ربط تماما مهما كانت الأسباب، نرفض ربط تماما. لكن نقول يا جماعة إحنا هسي سوري سماني، أوكي، أنا في زول هزيله، بس أنا في زول أزيلته. إحنا كجامعة يعني كل الجامعات مهما كنا نرفض ربط تماما لأسلوب الفصل، تمام؟ إذا كانوا على حق، إذا كانوا ليس على حق، أسلوب الفصل هو أسلوب عقيم جدا وليس من حق يعني يتم فصل، تمام؟ فالنقاط كثيرة جدا، ودي نقاط يعني زي ما يعني الناس كلها بتضح أنه لازم يكون فيها مناقشة، تمام؟ وكلكم اتفقتوا، كلكم جاهزين للمناقشة، فنتفق عليها. الآن إحنا ننهي اللايف بتاعنا، لأنه الموضوع يعني زي ما أقوله ما بقدر ينتهي من جلسة واحدة أصلا، مستحيل الموضوع حساس بهذه الأهمية. إحنا بنتكلم عن
طلبة مستقبل جيل، يعني مجموعة من الطلبة، وفي رسائل جامعية وفي أشياء كثيرة، فما بينتهي بين محور واحد أو جلسة واحدة. فإحنا من يعني بتمنى إحنا ننهي الحوار اليوم ما عشان إنه إحنا انتهينا أو اتفقنا على النقاط، لكن عشان إحنا ما حنقدر نحل المواضيع كلها في جلسة واحدة. فنستودعكم بالله ونسأل الله يعني إنه يعني يرفع البلاء والوباء من السودان الحبيب ومن كل دول العالم بدون استثناء. وفي نفس اللحظة إحنا يا جماعة البحث العلمي نشيد أنه لازم يكون في شفافية، يعني لازم إحنا مع بعض إحنا مبادرة الباحثين السودانيين منظمة مبادرة أو مجموعة الباحثين السودانيين مبادرة غير ربحية غير حكومية غير حزبية، ما عندنا أي يعني ميول أي جهة، فما عندنا يعني ولا يعني ما عندنا أي ميول، ما عندنا أي تفاصيل، فعاوزين الشفافية فقط تطلع للشعب السوداني ولينا إحنا ذاتنا كأساتذة. ده الوسط المفروض يكون بيناتنا. الآن إحنا ننهي اللايف وبستودعكم الله، لذا تضيع ودعيه.